صباح النور مشاهدينا، بداية أسبوع جديد ومميز نتمناه لكم أينما كنتم، وخصوصا مع حلقة جديدة من صباح النور على مدى 3 ساعات متتالية على الهواء من استوديوهاتنا في بيروت. فقراتنا لليوم الأحد 25 من مارس متنوعة وغنية كالعادة، نستعرضها في التقرير التالي ونبدأ. البداية زيارة إلى المغرب للتعرف على الجلباب الوزاني. أفكار مميزة لتزيين الحدائق في فقرة ديكور. التغيير المناخي وتأثيره على صحتنا موضوع الصحة العامة. إلى أمريكا وتقرير خاص عن مصممة الأزياء الفلسطينية لولو حرزين. إضاءة على جمعية المواساة من بيروت. إلى تونس وموضوع الإقامة الرقمية الإستونية. مكتبات غريبة في حول العالم. إلى الأردن وكتاب قصص نساء عربيات. معاناة الشعب اليمني في معرض صور في بيروت. أما ألذ الأطباق فمع الشيف وليد العياس في ولا أشهى. صباح النور صبايا. صباح النور. صباح النور. هيك لما تكون حلقة نسائية منوفر التسميات ونفصل ذكور وإناث. فصباح النور، شو أخباركم؟ تمام، ماشي الحال. تمام. أنت شو أخبارك؟ أسألكم سؤال. الله يستر. إذا خيروكم بين الحب، المال والسلطة، شو بتختاروا؟ جد ذكرتيني بملكة الشو. الحب، المال والسلطة. سؤال صعب. المال ما منه كل شيء، السلطة، الحب ربما. وأنا نفس الشيء. الحب. شو رومانسية؟ لا مش الرومانسية، بس عن جد ما بيكون له طعم السلطة بلا إنه تلاقي حدا بيحبك أو أنت تحبي حدا. وما إلها طعمة كمان المال من غير كمان ما تكوني بتحبي حدا، يعني تكوني بتقدري إنه على القليل تتسلي تروحي تطلعي معه أو تيجي، فإنه كتير صعبة الحياة يعني بلا حب أكيد صعبة. صح. أنت؟ أنا صراحة سألت هذا السؤال يمكن من 15 سنة. كان جوابي إنه الحب، لأنه بقوة الحب ومساعدة الحب اللي هي قوة معنوية كبيرة بتقدر توصلي للسلطة وتعاملي المال. صح. اليوم بعتقد عندي جواب أكثر عقلانية، عشان هيك طرحت عليكم السؤال، هو إنه أي عنصر من هول ثلاثة هو عنصر قوة. صح. وممكن يوصل للعناصر الباقية، فأيا من ثلاثة هي مع تفضيل شوي مثلكم للحب اكيد. هي حسب صراحه اولويات الاشخاص، يعني في اشخاص تركيبتهم وحياتهم وتفكيرهم ربما يتمحور حول المال، بيعتبروه مصدر القوه. صحيح. وفي ناس ما فينا نعيشوا بلا سلطه. هي برايي حسب اولويات انا بلاقي شوي من الثلاث عناصر هو شيء كثير مهم. هلا اكيد الجمع بين الثلاثه للمال، اذا كانوا اذا انت اعطيتينا الخيار انه نحن نجمع بين الثلاثه اكيد اهم. بس انت اعطيتينا خيار واحد اكيد، فانت اذا بدك تفضلي بدك تختاري واحد. نعم، بس قصدي انه اليوم المال بنشوفه، يعني قبل بكون الشخص عنده نظره كثير عاطفيه رومانسيه. اليوم المال هو شان ام ابينا وسيله كثير اساسيه لحتى نحقق غاياتنا. حتى للاسف يعني بنكتشف انه المال مهم لا يمكن انجاح العلاقات. صح. في بعض بس هي نحن حتى هلا نحن ما عم نجاوب وعمرنا 17 سنه، احنا اكيد مرينا بكثير تجارب وعرفنا انه الحب قبل وهلا. الحب هو بعده الركيزه الاساسيه لاي شيء، وهو بخلينا نطلع مصاري ونوصل لاكبر المراحل. صحيح. وايضا من الركائز الاساسيه هو الطعام، فلابد من زياره سريعه الى مطبخ صباح النور لنرى ماذا يحضر لنا الشيف وليد العياس اليوم. صباح النور شيف، كيفك؟ صباح الحب كمان عم نبلشين موضوع. شكرا. اليوم حنعمل سلطه البطاطا مع البيستو وجبنه الماعز. نعم. حتكون السلطه سخنه مع المسقعه، سخنه حراره الغرفه مثل ما بنقول نحن. نعم. حنعمل معكروني مع السي فود مع الاسماك المشكلة. وحنعمل البامبردي بالبريوش كمان كتير طيبين. نعم. شكراً لك شاف، أكيد رح أتابعك بعدة محطات. أما أنتم مشاهدينا فنرحب دائماً بآرائكم وتعليقاتكم على صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر أمامكم أسفل الشاشة. أما الآن فلنتعرف على آخر المستجدات السياسية العربية والعالمية مع الزميلة فرح فواز وفقرة مع الخبر. صباح
صباح النور صبايع قولة وعد بلا ما نسمي كل حدا. صباح النور. صباح النور مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. قتل عسكريان مصريان وأصيب 5 في انفجار استهدف مدير أمن محافظة الإسكندرية قبل يومين من التصويت للانتخابات الرئاسية. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن عبوة ناسفة موضوعة أسفل سيارة على جانب الطريق انفجرت أثناء مرور مدير أمن الإسكندرية مستقلا سيارته. وقال شهود عيان إن الانفجار هز منطقة رشدي بشرق الإسكندرية وإن قوات من الجيش والشرطة ضربت طوقا أمنيا حول مكان الانفجار. ووصفت الداخلية المصرية العملية بأنها محاولة اغتيال. بدأ مقاتلو المعارضة السورية بالانسحاب من عدة بلدات في الغوطة الشرقية ليتسلمها النظام، بحيث لم يتبقى سوى مدينة دوما المحاصرة كآخر معقل لهم هناك. ويأتي ذلك بعد هجوم استمر شهرا أدى إلى تدمير الغوطة التي كانت من أول مراكز الانتفاضة التي اندلعت عام 2011 وآخر معقل لمقاتلي المعارضة قرب العاصمة دمشق. وبدأت حافلات نقل مسلحين وأسرهم ومدنيين آخرين لمغادرة الغوطة الشرقية بعد حلول الظلام. وكان آلاف المسلحين وأسرهم قد غادروا حرس المجاورة بالحافلات يوم الجمعة بعد اتفاق مشابه مع الحكومة لتسليم المدينة. ووافق مسلحو المعارضة في بلدات أخرى صغيرة قريبة على المغادرة بشروط مشابهة. قال مصدر عسكري تركي إن الجيش وحلفائه من المعارضة السورية فرضوا سيطرتهم على منطقة عفرين الواقعة في شمال غرب سوريا بالكامل في الوقت الذي عمد فيه عمال الإغاثة إلى توزيع الطعام على سكان المنطقة. واجتاحت القوات التركية وحلفاؤها مدينة عفرين يوم الأحد الماضي بعد حملة استمرت 8 أسابيع لطرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية. وأبلغ مصدر عسكري رويترز بأنه تم الاستيلاء على القرى الأخيرة المتبقية وفرض السيطرة عليها خلال الليل. وأضاف المصدر أنه تم تحقيق السيطرة الكاملة على منطقة عفرين وعملية البحث مستمرة بحيث يتمكن السكان المحليون من العودة بأمان إلى منازلهم. تعاونت حركة 5 نجوم الإيطالية مع الأحزاب المحافظة لانتخاب رئيسين لمجلسي البرلمان، لكن لم يظهر حتى الآن ما يشير إلى أنهم قد يمددون هذا الاتفاق لتشكيل حكومة. وبعد مباحثات خلف الأبواب المغلقة استمرت لأيام، وحد الفصيلان جهودهما من أجل اختيار روبرتو فيكو ذي الثقل في حركة 5 نجوم رئيسا لمجلس النواب الإيطالي، بينما تم اختيار السياسية المخضرمة إليزابيتا كاسيلاتي من حزب إيطاليا إلى الأمام رئيسة لمجلس الشيوخ. ويمهد انتخاب رئيسي مجلسي البرلمان الطريق أمام إجراء مشاورات رسمية يرأسها الرئيس سيرجيو ماتاريلا لتشكيل حكومة، ومن المتوقع أن تبدأ أوائل الشهر المقبل. استجاب مئات آلاف الشبان الأمريكيين وأنصارهم لنداء الناجين من مذبحة بمدرسة ثانوية في فلوريدا، وقاموا بمسيرات في مختلف أرجاء الولايات المتحدة للمطالبة بتشديد قوانين حيازة السلاح. وفي واحدة من أكبر مظاهرات الشباب في الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، دعا المحتجون في مختلف المدن المشرعين ورئيس دونالد ترامب إلى التصدي لهذه القضية. وتهدف المسيرات إلى إنهاء مأزق تشريعي يعرقل منذ وقت طويل، تشديد القيود المفروضة على بيع الأسلحة في بلد صارت فيه حوادث إطلاق النار شائعة ومتكررة الحدوث في المدارس والجامعات. مشى محبو فرسان الجداي في الفلبين حاملين السيوف المضيئة التي تميزت بها روائع سلسلة أفلام حرب النجوم ستار وورز الشهيرة، وذلك للمشاركة في يوم الأرض العالمي. ساعة أطفئت فيها كل الأنوار لإراحة الطبيعة ومن الاستنزاف، ولمعت فيها فقط سيوف الجداي اتحادا مع الفكرة التي قامت عليها سلسلة الخيال العلمي، وهي التوحد مع قوى الخير وعلى رأسها الطبيعة. يذكر أن ساعة الأرض هي ساعة من يوم محدد في شهر مارس آذار من كل عام تخصص لتوفير الطاقة الكهربائية، ما يقلل من أضرار التلوث ويخفف من مدار موجاتها على صحة الإنسان والحيوان وكل شيء حي.
يعني فرح نحن بصباح النور كنا بمواكبة لهذه الساعة ساعة الأرض البارحة من خلال إطفاء الأنوار أنوار استوديونا. بس الفكرة أنه أنا يعني بحب نوسع البكارة ربما وما نتأيد وربما نحصرها بإطفاء ساعة أو إطفاء أي معد كهربائي لنوفر الطاقة. هذا الحدث العالمي اللي عم بيشارك فيه ملايين الناس حول العالم اللي شاركوا فيه مبارحة هو توعوي ويعني يدعم الأبحاث البيئية لحتى نوصل لأرض ولحياة جدا طبيعية ونقضي على التغير المناخي اللي عم بيصير. ونحن أصلا اليوم بصباح النور رح يكون معنا خبير نحكي عن التغير المناخي وأدي تأثيراته سلبية على الإنسان في حال لم نوعى وندق ناقوس الخطر على هذا الشيء الخطير. بانتظار هذه الفقرة روية لأنه بالفعل التلوث يعني صار عم يجتاحنا بكل شيء من المعامل ومن السيارات وكثرة السيارات. صح. يعني التلوث صار مرافقنا وين ما كان، حتى بتحسي انه حتى لما عم تطلع على مناطق جبليه او مناطق بعيده صرت عم تحسي انه التلوث صار بعده قريب منك. يعني عاده كنا لما نطلع على محلات بعيده بتحسي انه بعدتي عن العاصمه فالتلوث اقل، اليوم لا بتحسي التلوث صار موجود وين ما كان. فبانتظار على أمل هذه الفقره لنشوف ما تحمله من معلومات ان شاء الله. ننتقل الان الى عناوين الصحف مشاهدينا ونبدا هذه الجوله مع صحيفه القدس العربي في عددها الاسبوعي لهذا اليوم، وجاء في العنوان ولايه بوتين الرابعه اسئله واحتمالات. الى صحيفه الشرق القطريه التي ركزت على زياره امير دوله قطر الى روسيا وعنونت صاحب السمو يزور روسيا الاتحاديه اليوم، السفير الروسي للشرق، تعاون بين قطر وروسيا في تنظيم كأس العالم. إلى صحيفة الحياة التي اهتمت بتطورات ملف الغوطة الشرقية وجاء في عناوينها نقل جثث لقوات النظام من حي جنوب دمشق يرجح اتفاقا غامضا مع داعش، مصير دوما معلق بعد رفض جيش الإسلام مغادرتها. وفي إطار الملف السوري أيضا عنونت صحيفة الدستور الأردنية 5000 مسلح يغادرون حرستا ودوما بانتظار اتفاق مشابه، بدء خروج مسلحي عين ترما وزملكا وجوبر وعربين من الغوطة إلى إدلب. ننتقل إلى العراق مع صحيفة الصباح الجديد وجاء في عناوينها ضمن خطة موسعة تستهدف تأهيل 14 جسرا 750 مليون دولار من البنك الدولي لتأهيل 3 جسور رئيسة في الموصل. إلى الكويت مع صحيفة الأنباء التي عنونت لهذا اليوم اتفاق على دمج الاقتراحات المتعلقة بالقدس والممارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني لطرحها أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في دورته 138 الغانم لن ينالوا من سمعة الكويت وبرلمانها. نختم هذه الجولة مع صحيفة العرب الجديد مشاهدينا وماذا في عناوين صفحتها الأولى لهذا اليوم، الغوطة ابتزاز المهجرين ولا ضمانات للباقين. أما في صورة الغلاف فالعنوان اليمن حرب بنتائج عكسية. وفي زاوية تحقيق لهذا اليوم إضراب جامعات بريطانيا يهدد الطلاب. وأخيرا الكاريكاتير بعنوان حروب عبثية بريشة الفنان فهد البوحادي في إشارة إلى حرب اليمن. مشاهدينا هذه كانت جولتنا على عناوين الصحف الصادرة لهذا اليوم، نشكركم على طيب المتابعة، ملتقانا على رأس الساعة المقبلة. أما الآن عودة للزملاء لمتابعة باقي فقرات صباح النور. بانتظارك فرح وشكرا جزيلا لك. أولى رحلاتنا اليوم إلى المغرب، تحديدا مدينة وزان التي تشتهر بصناعة العديد من الأزياء التقليدية أهمها الجلباب الوزاني الذي تتطلب حياكته العديد من المراحل وهو مصدر عيش لمئات الأسر الوزانية. ويعود فضل استمرار هذه الحرفة التقليدية بشكل رئيسي إلى النساء اللواتي تعملن على إتمام هذه العملية من أليفها إلى يائها، بدءا من تنظيف الصوف ووصولا إلى الحياكة، مرورا طبعا بعملية تسريح الصوف وتمشيطه وغزله. فلنتابع التفاصيل في هذا التقرير. مرحلة الصوفة هذه هي المدح، تنغسلوها نمدحوها، تنجيبوها نفضوها نقطبوها،
كنعطيوها للناس اللي معنا كيديروا هذه التعامله ديالنا معنا كيقرشلوها القرش الاول كيجيبوها لنا بحال هكايا كنديوها ثاني للشرشوره ونغسلوها نعاودوها بواحد البرودوي وبالبتيد وكبريت عاد كنقرشلوها ثاني نعطيوها للناس يقرشلوها لنا تقرشي للاولى والثاني كيقرشلوها لنا جوج مرات كيطيبوا ويطلقوا اولا الا كان الالوان كنعطيوهم اللون كيلونوا لنا الالوان كيديروا لنا الشخمه زرقاء الشخمه حمراء الموف جميع الالوان كنقبطوا النعره ثاني نغزلوا ونشبيه ونعوضوا الطرف كنقولوا الطرف ديال الصوفه كنقولوا الطرف ديال الصوفه كتشدي الا بغيتي تعوض السوق كتعوض الا ما بغيتيش تعوض السوق كتعمل واحد الشونتيو كتمشي تعرضوا على الدراس كتقول له واش تشري مني هاد الصوفه هذه كنوجدوها هذه العمليه هذه كنوجدوها الغداء ان شاء الله باش عاوتاني كنقايلو خدام منين كنقايلو خدامين كنعد العصر كنصلي وعاوتاني كنطلعو نعملو نفس العمليه هي العمليه كلها كتمر من هنايا من القاع الشغل كامل كيمر من هنا من القاع عاد كيطلع الرافينا الفوق الناس اللي سواء في الحلات الدرازه كيجيو لنا جلال كيعطيوهم لنا كندورو على حانوت حانوت كيخرجوها لنا في الثمن على حساب الوقت كنبقاو ندلوها حتى كنزلوها على الاخر زياده عندنا ب 100 ريال اللي كتنزل الجلابه كيجيبو لها يتخلص يعني مدينة الوزان المغربية أساسا يعني جميلة جدا وأنا يعني كتير مبسوطة أنه عم نحكي عنها لأنه رحت لها وبعرف شو هي يعني على أرض الواقع فمعروفة كتير بهال يعني بهالأنواع من الأقمشة بهالأنواع من الحياكة اللي كتير يعني تقليدية عندهم وكتير مثل ما بنقول إحنا بالعامية تقنية يعني وإضافة على هيك المدينة لها تاريخ كتير كبير يعني حتى تاريخها من عهد الرومان معروف وهي من المناطق اللي انه كثير كانت نشطه من ناحيه الاقتصاد دائما كانت مشتهره بالازدهار يعني بالمغرب وحتى من الناحيه الدينيه يعني حتى انه هذا الجلباب الوزاني يعني يعتبر هو رمز للافتخار والشهامه عند المغربيين صحيح. ودائما يلبس بالمناسبات الدينيه خاصه برمضان وايضا بالافراح نعم حلو خلينا هلا ننتقل لموضوع ثاني بدنا نحكي وناخذكم من الوزان للحدائق ايضا بدنا نحكي عن انه قد ايه بتوفر الحدائق المنزليه مساحه خاليه من التوتر في المنزل حيث تساعد على الاسترخاء والشعور بجمال الطبيعه بعيدا عن صخب الحياه ومن خلال استخدام الديكورات والافكار المناسبه لتزيين الحدائق يكون لدينا فرصه لاظهار الابداع في الاسلوب لجعل الحديقه فريده من نوعها وفي نفس الوقت ينشط الخيال ويساهم في خلق مساحه شخصيه جذابة ومريحة لمزيد من الأفكار حول تزيين حدائق منازلنا دعونا نستضيف مشاهدينا المهندس الداخلي محمد بيضون في فقرة ديكور محمد الموضوع أنا اليوم هيك محمسني كتير لأنه دايما نتخيل أنه الحديقة هي بس حكر للناس اللي عندهم فيلل أو للناس اللي عندهم بيوت لإلهم لحالهم ما بعرف أنا بدي تصلح لي هالفكرة هل هو عن جد حكر على هول العالم ولا هو فينا أنه نعمل مثل حديقة صغيرة بجوا بيتنا يعني جوا شقة منزلية أو حتى إذا كان عندك تراس هذا موضوع كثير مهم خصوصا أنه نحن كنا عم نحكي اليوم عن يوم الأرض فالعالم كلها لازم تهتم بهالموضوع وأهم شيء تهتم بهالموضوع أنه تزرع نعم فلازم أكيد بأي كورنر أو أي زاوية بقلب البيت إذا كان في حد زاوية صغيرة من برا نستعملها كحديقة نعم فلا أكيد هذا منه بس للبيوت الكبيرة لازم يكون للبيوت الصغيرة كمان كمان طيب شو هي الأشياء اللي بنحطها هيك بعين الاعتبار لما بدنا نعمل حديقة لإلنا منزلية أهم شيء نعم.
القصص لحتى ينعمل جنينة أو حديقة منيحة لازم يندرس الشخص شو بيحب شو بده وشو الألوان اللي بده يستعملها بقلب الجنينة قبل ما يبلش أو قبل ما يفوت فيها. نعم. لازم يدرس شو الأسباسات أو شو المساحات اللي لازم يستعملها أو شو اللي ما لازم يستعملها. شو المساحات اللي لازم يعمل فيها طرقات أو جنينات. نعم. أو بس خضر. نعم. فمن هون بدها تبلش القصص وبكل جنينة وبكل زاوية في لها طريقة لينشغل عليها. نعم. هون خلينا نحكي مثلا هون يعني هي حديقة ضمن بيت يعني خاص 100% هاي الحديقة مثلا. نعم. هون أصحاب البيت حبوا أكتر يستفيدوا من القعدة أكتر من الجنينة. نعم. فتركوا محلات صغيرة فيها خضار بس المحل الأكبر عملوا فيها قعدة كبيرة. طبعا هون أصحاب البيت بحبوا أن يكون في قعدات كبيرة أو جمعيات جمعة. نعم. كبيرة كتير استعملوا الألوان فكتير مهم أن نحط بالحديقة الألوان. نعم. وهون قدروا يسقفوها ببرجرة فكمان بيقدروا لحتى يغطوا الشمس او يحجبوا الشمس بقلب الجنينة. شو اللي على السقف يعني مسكر تماما ولا بيفوت عليه الضوء؟ بيفوت جزئي. نعم. بيفوت بطريقه جزئيه ما بيفوت كامل يعني بتقدر انت تتخبي منه بس بذات الوقت عم بيغطي لك المساحه الاكبر. نعم نعم. وهون انت مستعمل كثير من الالوان يعني هذا حلو كثير الوان اهم شيء يعني هي انت بتعتمد عليها على رايه هو للشخص او ذوقه للشخص يعني بتسمع منه قبل ولا انت بتعمل انه المفروض تكون الحديقه دائما ملونة. طبيعي في زوايا لازم يكون خضرة في زوايا لازم يكون فيها ألوان لا تكسر أنت بهذا الشيء الألوان مهمة كتير بقلب الجنينة بس في عالم بتحب ألوان عن غير ألوان في عالم بتحب ألوان ملونة ألوان مزهرة في عالم بتحب مثلا تكون أكتر أبيض أو زهر أو بيربل حسب كل واحد. حسب الألوان اللي هي بتحبها. خلينا نحكي عن هون هيدا هون زاوية ميتة بقلب البيت. نعم. فكتير مهم إنه ما نستفيد منها لتصير بعدين ديبو أو محل بيحطوا القصص اللي ما بيعزوها بقى. مخزن يعني. مخزن طبعا. لا خلينا نستفيد منها إنه نعملها نحنا زاوية خضراء. نعم. وكتير منيح إنه عملنا ليفل أعلى من الأرض الجنينة. نعم. فعملنا ليفل أعلى وحطينا فيها شجر ملون كتير حلو بتعطي إيجابية يعني كتير. بطل إنه هالزاوية ميتة. 100% صحيح. ما بيستفيدوا منها إلا بطريقة منيحة وحلوة. أها. طيب خلينا نشوف هاي الصورة هون نلاقي بالجنينات كتير لازم نعتمد على الرؤية يعني أول شيء حطينا جراس عادي من بعده رحنا على شجر واطي. نعم. وصرنا نعلى كل ما تبعد أكتر فهذا الشيء بيخلق أن الجنينة أكبر بدون ما مساحة 100% يعني هن كل الشجر جايين بمساحة مترين بس مبنيين أكبر بكتير لأنه قدرنا نضحك على العين نحط شجر واطي وعم نعليهم مثل ما شفت بس أنا شايفة إنه أكثر من نوع شجر أنت مستخدم يعني بهاي الصورة إنه على أي أساس أنت بتعتمد يعني نوع الشجر بالجنينة منا غلط نفوت كذا نوع شجر ومنا غلط نفوت ألوان بس أهم شيء نكون درسين التأس والتربة شو بتحمل أنواع شجر نعم يعني ما فينا نزرع شجر يموت بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو حتى شجر موسمي لا لازم نحط شجر يضل كل الوقت الفصول. نعم. مبين ويطلع كتير حلو هون عم نلاقي شيء كتير حلو هالمنظر 100% هون شوف قد المساحة ضيقة وصغيرة نعم. بس قدرنا نستفيد منه أول شيء السياج الورق استفدنا منه بأنه مدان عليه ورق عرباش أو عريشة سو غطيناه نحن للفنس أو للبوابة بالشجر وقدرنا نستعمل ريدينج كورنر يعني كرسي صغيرة قعدناها حواليها الشجر لو واحد بده يقرأ بده يتروق بده يقعد يروق أعصابه في قعدة بهالقعدة الصغيرة نعم نعم بالأعداد الصغيرة بتحبذ أنت أن تكون هذا الشجر المتسلق يعني يكون موجود حلو كتير حلو كتير حلو وبيعطي مدى يمكن أكثر وين ما فينا نستفيد فيرتيكلي بالطول بالزرع لازم نعملها نعم نستفيد أكثر من المساحات أه. بهيدي الصورة عم نشوف غير شيء عم نشوف إذا كانت الجنينة أكبر شوي لازم نستفيد من الخطوط الطويلة يعني من الطرقات الطويلة فإذا كان جاي مدرجات نعمل كذا طريق من طريق من فوق طريق من تحتها وبين هالطرقات نقدر نخلق حاجز أخضر نعم كثير حلو نفوت الصخور بقلب الجنينات اذا كانت بتشبه الديزاين تبع البيت او تبع نعم. كمان عم بشوف مرات بصور بالانترنت بيكونوا حاطين كمان خشب مرات يعني بفوتوا الخشب القديم العتيق ما بعرف شو رايك اذا انت كثير حلو جمالية. كثير حلو حسب شو هو البيت حسب شو شكل البيت نعم. يعني اذا كان بيت يعتمد على الديكور الخارجي كمان للبيت شكله حسب شو البيت بتنظمله الطريق نعم. حسبه نعم. فبهيدي الصوره هلا نحن هون عم نقشع كيف البيت جاي عالي عن الطريق نعم.
بلا ما نحن نحط حيط بالوجه، لا خلينا نستفيد انه الحيط يكون بالشجر وعلى كذا ليفل، يعني انت عم تطلع على الدرج على اكثر من مستوى. نعم. عم تطلع على الدرج عم تقشع كانه جايين الشجر على دراج حدك. فهذا موضوع كثير مهم، وكثير اذا قدر ينشغل بطريقه مضبوطه كثير بيعمل كمان برسبكتيف او رؤيه للبيت بطريقه انه جاي عالي او اكبر. محمد، ما بعرف ليه انه دائما يعني اللي عندهم بيوت كبيره او فيلل بفضلوا اكثر انه يمكن يحطوا الحشيش اللي على الارض اكثر من انه شجر، بحسوا انه كثير بده عنايه وبخافوا دائما انه يموت وبخافوا انه يمكن يمرض هالشجر، يعني بده عنايه كثير كبيره. فانت شو رايك يعني بالموضوع؟ يعني مثلا مثل هول انت بالصوره اللي من قبل انت كنت مستخدم اكثر الاشجار يعني بشكل كثير كبير وانواع كثير مختلفه بهالصوره. صح، رح اوضح لك هالموضوع. اول شيء ليش بتموت الشجره؟ لانه ما مثل ما قلنا انه ما بيكونوا درسين اذا بيمشي حالها ولا لا. تاني شيء طبعا الشجر بده كثير اهتمام، بالنهايه الشجر هو مخلوق من الارض فلازم نهتم فيه مثل ما بيهتم الشخص بجسمه او باي شيء. الموضوع كثير مهم. اذا بنلاحظ الصوره اللي بعدها بتلاقي انت انه ايه في فيلل كبيره بيعتمدوا بيعتمدوا الجراس مثل ما انت شايفه، هيدا الجزء النص الاول من البيت هو كله حشيش طبيعي. والجزء الثاني عملوا فيه الشجر، ما انه غلط ابدا، بالعكس هذا الشيء اساسي. اذا كان عندك جنينه كبيره لازم تحط اول شيء حشيش، ترجع تعمل الشجر من بعدها لحتى يكسر هالمساحه، بينما اذا كان بيت صغير يفضل تجمع هالشجر كلهم فيه لحتى يبين البيت اكبر واحلى. نعم. واعلى. نعم، هون نشوف هاي الصوره. هيدي الصوره هون كثير مهمه انه نحن عم نفوت التروبيكال تري، الشجر الاستوائي 100%. الشجر الاستوائي بيحمل شمس اكثر وبس ورقته كبيره، يعني بس تكبر بالجنينه بزين الجنينه بطريقه كثير كبيره. نعم، فهذا موضوع كثير مهم. مثل عم تشوفي هون ما في عندنا لا ارض جراس ولا شيء، الارض جايه ارض مبلطه، فبس انت ما بتحسيها يعني مبلطه لانه جاي الشجر محطوط مزروع باخر 50 سنتي او متر من الجنينه، فخلق زون انه اف كبير الجنينه. نعم، فهذا موضوع كثير حساس. هون انا هذا الموضوع يعني كمان كثير حبيته. خلينا نحكي عن هاي الصوره سريعا. هيدي الصوره كمان نحن هون كيف قدرنا نحط الورد، بيرجع من بعدها الحشيش بيرجع من بعدها الشجر. نعم. والباستاجات الطرقات اللي عاملينها نحن ما مبلطه، هي بحص عادي. حلو كثير. والباريجولا الخشب كمان كيف فات الثلث الخشب مثل ما انت كنت عم تقولي قبل شوي، قد مهم وقد حلو بيطلع. نعم، وكثير حلو بالموضوع بالصوره اللي انت جبتهم انه كانوا شاملين، يعني اللي بيساكن بشقه في انه يستغل، واللي ساكن كمان بفيلا انه في يستغل، وهي شغله كثير حلوه. فينا نفوت دائما الخضار على بيوت. يعني المهندس الداخلي محمد بيضون، شكرا كثير على هالفقره الجميله وهالنصايح اللي كثير كانت قيمه. وبدنا نروح هلا لفاصل مشاهدينا، وبعد الفاصل حنشوف فقره الصحه العامه وموضوعها التغير المناخي وتاثيره على صحتنا. ابقوا معنا. صباح النور من جديد مشاهدينا ودائما عبر التلفزيون العربي. يعني كنا عم نحكي مبارحة ومثل من شوي عن التغير المناخي وتأثيراته على الإنسان، ففئة كبيرة من الناس مشاهدينا تميل إلى إنكار وجود ما يسمى بظاهرة التغير المناخي، على الرغم من وجود العديد من الدراسات العلمية والوقائع الحديثة التي أكدت أن للتغير المناخي تأثير كبير على حياة الإنسان. فالتغيير المناخي يسبب زيادة في الظواهر المناخية الشديدة مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات والأعاصير. فما هو تأثير التغير المناخي على صحتنا وما هي سلبياته ونتائجه؟ يجيبنا دكتور فؤاد فؤاد الأستاذ والباحث والطبيب في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأمريكية في بيروت في فقرة الصحة العامة. صباح الخير. صباح النور واهلا وسهلا فيك دكتور. يعني لعل اكثر سبب بخلي هذا الموضوع هيك في تشكيك او عدم ادراك كفايه هو انه بنسمع كثير عن التغير المناخي ولكن ما عم نلمس او نشوف بشكل مباشر او بشكل كافي الانسان، يعني ما بيقدر يقدر اضراره. فخلينا بدايه نحكي عن تعريفه تحديدا، ما هو التغير المناخي، لحتى ننتقل نتطرق الى جميع الزوايا الاخرى. مزبوط. الحقيقه نحن ما ندرك تماما بشكل يومي انه التغير المناخي، علما انه الحقيقه بلشنا نشوف
هذا التغير المناخي بنلمسه بشكل يومي. يعني إذا حكينا بالأشهر الماضية ما شفنا أمطار أبدا، أو شفنا أمطار بكميات قليلة، ما شفنا حتى درجات يعني الحرارة المرتفعة جدا بالأيام الماضية. مرتفعة من يومين كانت درجة حرارة 32 بشكل، هذا أمر غير طبيعي. فمزبوط إلى حد ما كنا ما نلمسه بهذا الشكل، لكن هناك تسارع كبير حاليا بارتفاع درجة حرارة الأرض. هلأ الارتفاع لما بنقراه أو نسمعه بالإعلام بيقولوا خلال 100 عام الماضي ارتفعت درجة الحرارة تقريبا درجة واحدة، يمكن ما ننتبه أنه درجة واحدة منا مشكلة يعني القصة. الحقيقة تأثيرات هذه الدرجة اللي بنسميه أثر الفراشة، الحقيقة تأثيرات عادة اجتياحية وكبيرة. التغير المناخي هو ازدياد درجة حرارة الأرض بسبب ما يسمى الاحتباس الحراري. صح. يعني الاستعمال الوقود أو اللي بنسميه الوقود الأحفوري، الاستعمال الكثيف له أدى إلى ارتفاع بكمية ثاني أكسيد الكربون اللي بيتركز بالطبقة السفلى من الغلاف الجوي، وبيعمل نوع من مثل ما بنعمل الشيء اللي بنسميه الدفيئة، يعني الزرعات اللي بنحطها بلاستيك. هيدي خيمة. تحبس الحرارة وبتخلي نحن بيدخل أشعة الشمس بشكل كتير قوي. هذا الاحتباس، هذا التركيز العالي لثاني أكسيد الكربون أدى أنه بتتأثر بركانين، بتتأثر طبقة الأوزون اللي هي عادة بتعمل حماية من الأشعة الضارة للشمس، وتأثر من ناحية تانية أنه ترتفع درجة الحرارة. والنتائج اللي بتصير من هاي الأمر كبيرة، أهمها ازدياد الظواهر الطبيعية المتطرفة. صح. الفيضانات، نوع من الكوارث، الأعاصير عم تصير. الحقيقة زادت خلال العقود الثلاثة الماضية، يعني فقط من 30 سنة للآن، أكثر بثلاث مرات من قبل 100 سنة. يعني ارتفعت بشكل كتير كبير. ويمكن بالإعلام هلأ بنشوف كل يوم نسمع عن أعصار في مكان ما، والأغلب التأثيرات للأسف بالمناطق بالبلدان النامية، بعكس ما أحيانا بنشوف بالإعلام في تركيز على الدول المتقدمة. لكن الحقيقة حاليا الظواهر الطبيعية المتطرفة موجودة بشكل أساسي في المناطق النامية، ومن نتائجها أيضا الجفاف العالي. يعني في مناطق كبيرة حاليا عم تتعرض للجفاف ونقص مياه. نعم، هو فعليا يعني إذا بنرجع تاريخيا الاحتباس الحراري هو ظاهرة طبيعية جدا حسب علماء البيئة، ولكن النشاط الصناعي المبالغ فيه من قبل الإنسان هو اللي عم بيخليها تكون خطر على البيئة. ولكن هون بنقلنا لسؤال عن صحتنا، قديه نحن صحتنا صارت بخطر مباشر، لأنه نحن هون عم نحكي عن الأوبئة، لأنه ارتفاع الحرارة هي أكبر عامل بانتشار الأوبئة، ويمكن وباء زيكا هو أكثر مثال عن الموضوع، خاصة بأنه منظمة الصحة العالمية بتقول أنه بين 2030 وال2080 متوقع أنه يموت من وراء انتشار الأوبئة والحرارة 280 ألف شخص. يعني يمكن إذا فيني صحح آخر رقم اللي هو أنا يمكن 2015 آخر أحصائية، من 2020 ل2050. ايه؟ يعني خلال 30 سنة اللي هي نحن هلأ رح نصير 2020. صح. رح يموت 250 ألف شخص بشكل. صح. مباشر. صحيح. نتيجة تغيرات المناخية أو تأثيرات تغيرات المناخية. والحقيقة رغم أنه زيكا يعني أحد المشاكل القادمة، لكن في أبسط من هيك، ناس رح تموت من الإسهالات. رح بسبب بيؤدي التجفاف الشديد للإسهالات، رح تؤدي إلى وفيات عالية وخاصة عند الأطفال. رح تموت الناس أكثر بسبب الملاريا، وخاصة في المناطق اللي بتنتشر فيها الملاريا. رح تموت الناس أكثر بسبب ما يسمى مرض اسمه حمى الضنك اللي هو موجود بكثير بأفريقيا. الحقيقة التغير المناخي مرتبط بشكل كثير مباشر بتلوث الهواء وبنقص المياه، وتلوث الهواء مرتبط بشكل كتير مباشر بصحة الإنسان، ونقص المياه مرتبط بشكل كتير مباشر بصحة الإنسان. يعني عم نشوف ارتفاع واضح بالملوثات الهوائية اللي عم تؤدي إلى ربو. يعني كلنا عم نحس أنه هناك ارتفاع. أي طبيب في أي عيادة هلأ فيه يقول خلال 10 سنوات الماضية زادت عدد الحالات الربو اللي عم يشوفها، وهذا الأمر غير طبيعي. بيقول بكل بساطة يمكن جناء أنواع الحساسيات،
حساسيات حقيقة التلوث الهواء بيزيد انتشار ما يسمى المعلقات، معلقات الجزئية اللي هي 2.5 مايكرون اللي هي بتدخل مباشرة للرئة. نعم. وعلى الأغلب ناجمة عن الترافيك، عن السيارات. على الأغلب والمنتجات الصناعية هاي بتسبب حساسية، بتسبب سرطانات وبتسبب أمراض رئة الانسدادية، وعم نشوف ارتفاع واضح وبشكل متسارع بالفترة بالسنوات الأخيرة الماضية. نفس الشيء عم نشوفه بالأمراض اللي هي بتنقلها الحشرات. الحشرات بدها جو دافي إلى حار لحتى تزداد تكاثرها وبتعيش فترة أطول. ويمكن ظهرت بيروت ظاهرة من كم يوم لما صار درجة حرارة 32 كان كم البرغش موجود بشكل كتير كبير. فالحشرات بتنقل كتير من الأمراض، وأهم الملاريا، بتنقل الليشمانيا، بتنقل أمراض تانية من حمى الضنك. فعم نشوف انتشار الأمراض اللي بتنقلها الحشرات بشكل كتير كبير بسبب أيضا ارتفاع درجة الحرارة. يمكن أيضا بهيك طريقة مبسطة أنه الإنسان يتكيف مع محيطه صحيا، فلما عم تتغير البيئة والمحيط عم يعمل ردة فعل صحيا. دكتور، قديش نحن وصلنا إلى مكان لا رجع إلى الوراء، يعني non reversible، علما أنه بالمؤتمرات العالمية والدولية للتغير المناخي صار الهدف مش عدم ارتفاع حرارة الأرض، ولكن يعملوا لها كنترول أو تقليص درجات يلي رح ترتفع فيها. يبدو الحقيقة وصلنا لمرحلة صعبة، يعني صارت فيها العودة إلى الخلف رح تكون يعني مسألة تقريبا كتير صعبة. مثل ما قلت بالمقدمة، الحقيقة في إنكار، ما زال إنكار كبير، والإنكار عم يجي من مكانين. في إنكار من الناس بتقول طيب إذا هلأ يعني سيارتي هي رح تأثر بالموضوع، أو المعمل أنا عم أديره رح يأثر بالموضوع. في الأسوأ هو الحقيقة إنكار الحكومات، يعني ما زالت الحكومات الدول اللي بتنتج كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون اللي بتأدي للاحتباس الحراري عم تقاوم فكرة التغيرات المناخية. الحقيقة وعلى رأسه يمكن تيارين من الساينتست، في تيار أيضا يشكك بالضبط، بس حقيقة تيارات الساينتست اللي بتشكك برأيي الحقيقة مدفوعة أكثر من السياسيين، والحقيقة من للأسف الاستعمال السيء يعني للأموال في سبيل تغيير الظواهر العلمية. وحقيقة في لازم تكون، يمكن واحدة من الأشياء اللي لازم تنعمل هي التوعية الحقيقية بموضوع تأثيرات تغير المناخ. يعني ما زالت بعض حكومات الدول الكبرى بتقاوم هذا الأمر، ومع أنه هي بتنتج الأكثر، يعني الصين والولايات المتحدة بينتجوا الأكثر الحقيقة من ثاني أكسيد الكربون، وهن أكثر دولتين بتقاوم اتفاقيات الدولية للحد من الانبعاثات. وهذا الأمر مشكلة، لأنه من يتحمل المسؤولية حاليا أكثر من 80% من نتائجها موجود في البلدان النامية. صحيح. بدنا نحكي هلأ يمكن عن الشق الزراعي وتأثير التغير المناخي عليه، لأنه أغلب الدراسات بتحذر من أنه أغلب الأنواع النباتية رح تنقرض وتبطل موجودة بسبب هذا الارتفاع وتأثيره على المحاصيل الزراعية، لأنه عدم انتظام تساقط الأمطار بيأثر على المحاصيل الزراعية وبالتالي بيؤدي إلى أزمات غذائية عالمية. تماما، يعني مثل ما أن نقص المياه بيؤدي الحقيقة ليكون مردود زراعي قليل، تغير معدلات هطول الأمطار عم يؤدي إلى أنه المواسم الزراعية عم تكون غير منتظمة. صحيح. بعدين في العوامل الناقلة للمرض، يعني الحشرات اللي بتأثر أيضا على المحاصيل الزراعية وبتؤدي إلى أنه يكون إنتاج الزراعي أقل. أدى هذا الأمر بحسب منظمة الأغذية العالمية الفاو إلى أنه هناك في تراجع كبير بالمواد الغذائية، وخاصة بأفريقيا اللي أدت فيها أدى الأمر فيها إلى ارتفاع معدلات المجاعة بشكل كتير كبير بالسنوات الأخيرة. والحقيقة يمكن يعني بتأثيرات غير مباشرة لتغيرات المناخ والجفاف اللي أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان من أمكنة إلى أمكنة أخرى، وهذا أدى إلى صراعات على الموارد. نعم. يعني بيقولوا جزء من الحروب القادمة هي حروب مياه وحروب أغذية، هجرة مناخية، يعني راح تكون ناس تهاجر،
رح يتنافسوا مثل ما كانت العصور القديمة على موارد زراعية محدودة، وبالتالي إلى جانب الأنهار تنشأ من جديد السلسلة المميتة من الحروب. الدكتور فؤاد فؤاد، شكرا جزيلا، دائما الحديث معك جدا مفيد وممتع. شكرا لك. مشاهدينا سنذهب الآن إلى وقفتنا الأولى مع شيف وليد العياز وفقرة ولا أشعر. صباح النور مشاهدينا عن جديد، رجعنا معكم تنبلش بأولى أطباقنا اللي هي البطاطا مع جبنة الماعز. البطاطا أنا سلقها قبل، تركها لتبرد، راجع مقشرة ومقطعة. الأفضل على طول لما نسلق أي شغلة نحط شوية ملح بالماء كرمال ما تفقد الأملاح المعدنية تبعها. رح أحطهم كلهم، بنحط معه شوية باستو. الباستو كنا شرحنا بحلقات سابقة عنا هي حبق، صنوبر، بارميزون، زيت زيتون، وملح وبهار. وإذا بدنا نستعملها دغري فينا نحط معه شوية صغيرة توم. إذا بدنا نخليها عنا أفضل ما نحط توم كرمال ما تطلع ريحة التوم بقلب الباستو. بنحركها مع بعض، بنحط شوية ملح، ما بكتر كتير ملح لأن أنا بالباستو حاطط ملح، وبنحط بهار أسود. كتير هينة كتير طيبة. حأسكبها بهذا الشيء لأن بدي فوتها أرجع على الفرن. بحطهم بقلب هيدا مثل البيراكس، هي بتقدر تفوت على الفرن ما بيأثر عليها. أحط شوية بارميزون، فينا نحط معها كمان ونخلط ما بيأثر، وفينا نحط على الوجه بهذه الطريقة كمان بارميزون، تعطيها طعمة كتير طيبة مع أنه في شوية بارميزون بالبيستو، بس أفضل حط مع الخلطة تبعها. هيدي هلأ بنرجع فينا نعملها بعد شوي. عم نشوف المقادير على الشاشة مشاهدينا. هيدي جبنة الماعز، في فرق أكيد بين الجبنة وبين اللبنة، هيدي جبنة الماعز. نحطهم بهاي الطريقة تعطي طعم كتير طيبة الجبنة مع البطاطا مع البيستو. هلأ في بعض ستات البيوت بيسألوا فينا نستعمل جبنة تاني غير جبنة الماعز؟ مع هيدي يفضل جبنة الماعز، أكيد طعمتها أطيب بكتير، الحدية تبعها مع البطاطا مع البيستو كتير طيبة. منحطها بهذه الطريقة، بدي أرجع فوتها على الفرن. فينا نفوتها على الفرن على حرارة 160 أو 180 ما في مشكلة، لأن البطاطا عندي مستوية أنا بهمني تدوب. تقريبا بدها حوالي الخمس دقايق بالفرن. هيدي نكون خلصنا تحضير لألا، رح نرجع نفوتها على الفرن. هلأ حنعمل نبلش نطبق بالمعكروني مع الأسماك. المعكروني أول شيء حطيت شوية زيت زيتون، راح نحط بصل فارم ناعم، حأستعمل أنا الأسماك اللي بتجي مشكلة. فينا إذا ما لنا موجودة هول الأسماك فينا نستعملها مع
كلامار ولقوز كلامار وسيب السومو ما في اي مشكل. رايديز اكيد بتطلع كتير طيبة. حطينا البصل، ححط الاسماك. شوف هلا كمية نوع السمك اللي عم نستخدمه، شو ما كان النوع، إذا حطيناه بكمية كبيرة ممكن تطغى طعمه على الطبخة، ما بتقعد تبين أكيد كل شيء بالنهاية له معدل، بالنهاية كل شيء له معدل، فكرمال هيك يفضل إنه نحط كمية السمك تكون بتتناسب مع كمية الباستا اللي عم بستعملها، مع كمية الكريمة، مع كمية البارميزون. وضروري نسلق الاسماك قبل ولا او نطهيها؟ لا ما في مشكل اكيد لا، لان انا هون رح ارجع اقليها، عم اقليها اكيد حتستوي، رح ارجع اغليها مع المي تبعها، مية السمك اللي انا مجهزها قبل، مية السمك كمان كنا شرحنا عنها قبل، هي عظام السمك بنحطها على النار مع البيئه العطريه اللي هي بصل، كبدات، كراف، جزر، شو ما عندها ست البيت فيها تحط، البيئه العطريه لتشيل الزنخه. بنقليها معها كلها سوا، بنرجع بنحط لها شوية ملح وشوية بهار، بنغمرها مي وبنتركها لتغلي، بنرجع بنصفيها وفينا نستعمل مية السمك تبعها. حطيناها على النار، حأرجع أحط معها زعتر، زعتر الزعتر أجنبي هيدا فرنسي بس نحن صرنا نزرعه بلبنان، هيدا الزعتر بيعطيها طعمة كثير طيبة. هو زيت الأوريجانو شاف؟ هيدا مثل تقريبا مثل الأوريجانو بس لا طعمته غير كليا. هيدا زعتر فرنسي بالاصل بس صار ينزرع بلبنان، بيعطيها طعم كتير طيبه وبيمنع الزنخه تبع السمك اذا كان في شويه زنخه تطلع. نعم. بنقلبها كلها سوا، بنحط شويه ملح، بنحط فينا نستعمل البهار الابيض بما انه صلصه بيضاء، وفي استعمل البهار الاسود ما في مشكل، انا على طول بحب البهار الاسود اكثر من البهار الابيض. بنحط شويه بهار اسود، بنرجع بنقلبها كلها سوا. شوف شو هي الماده اللي بتخليها ابيض يا اسود؟ شو في فرق بيناتهم اصلا؟ هيدي الشيء وهيدي الشيء، البهار هو نوعيته، نوعيته البهار، نوعيه الاصل الحبوب تبعه، لانه البهار الاسود حد اكثر. صح اكيد. هلا لا البهار الابيض كمان بتحسيه كمان طعمته، يعني انا ما بحبها صراحه، ما بستعملها الا بالصلصه البيضاء لما يكون مضطر مشان ما يبين هاي الحبوب السود. بس اخذت شيء البهار الابيض بيكون الحب تبع البهار قبل ما تطحنيه هو ابيض، العشب من الاصل يعني، والبهار الاسود بيكون اسود. ودائما بعتقد بتستخدموه على حسب شو نوع اللحمه اللي انتم مستخدمينها، صح شيف؟ هلا صح يعني اكيد، شو نوع الاكل كله من الاصل شو بدك تستعمل البهار، كمان هيك البهار الابيض اكثر شيء مستعمل، بيكون في صلصه ابيض مشان ما يبين هي الحب الاسود الصغير. نعم. بقلب الصلصه. نعم. هلا بعد ما يستوي شوي السمك، بعد ما يتقلى كله مع بعض، رح حط مرقه السمك، بتركها لتغلي مزبوط، برجع بحط لها الكريمه الطازجه معها، بارميزون، مندوق بدها ملح بدها بهار، والباستا انا سلقها قبل هلا بدها تقريبا شي 12 دقيقة بعد ما تغلي المي، لما بدنا نسلق الباستا أي نوع باستا بنحط مي مع شوية ملح وشوية زيت، الملح كرمال ما تفقد الأملاح المعدنية تبعها، والزيت كرمال ما تلزق على بعضها. بنرجع لعندكم صبايا وبنرجع على الوقفة الثانية إن الله راد بنكفي باقي صحوننا. شكرا لك يا شيف. أما الآن مشاهدينا فإلى خبر اليوم مع هبة. رح نحكي عن صورة كتير تداولوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فربما كنتم أنتم مشاهدين أحد هؤلاء الذين شاهدوا أو نشروا صورة الشابة التي تجلس على الأرض بينما تمسك برضيع وتدرس في الوقت ذاته. بطلة القصة هي جيهان تاب، طالبة تبلغ من العمر 22 عاما تنحدر من ولاية دايكندي بأفغانستان، وقد التقطت صورة لها وهي تؤدي اختبار القبول للعلوم الاجتماعية في جامعة خاصة بمدينة كابول بينما تهتم برضيعها. وقبل أن يبدأ طفلها في البكاء ولتهدئته تركت مكتبها وجلست على الأرض لإرضاعه ثم استكملت الاختبار. الخبر السار هو أن جيهان نجحت في الامتحان وحصلت على 152 درجة. من جانبه أخبر يحيى
عرفان الذي كان يراقب الطلبة في أثناء الامتحان الأسبوع الماضي موقع بازفيد نيوز الأمريكي بأن جيهان كانت مذهلة وأنه شعر بأنه يريد التقاط صورة لها مؤكدا أن الطلبة حولها شعروا بالتعاطف الشديد تجاهها. وقال عرفان إن القلق ما زال يساور جيهان حيال المستقبل لأنها تنتمي إلى أسرة فقيرة وتعيش في قرية صغيرة تدعى أوشتو في أعالي الجبال حيث لا توجد طرق للسيارات، لذا فهي قلقة من الرحلة إلى المدرسة والتي تستغرق 10 ساعات. كما لفت أنها بعد الانتهاء من الامتحان اجتمعت بمدير المدرسة لمناقشة أمر التكفل بالمصاريف لأنها تخشى عدم قدرتها على تحمل رسوم الدراسة. وقد أعجب مستخدمو الشبكات الاجتماعية بالصورة إذ كتبت إحدى المغردات على حسابها بتويتر صورة ملهمة من الشبكات الاجتماعية، هذه الأم تؤدي اختبار القبول بالجامعة بينما تهتم بطفلها في دايكندي، السيدات الأفغانيات لا يقهرن. في حين لفتني تعليق جميل لشاب أفغاني قال بعد 20 عاما من الآن سيرى هذا الطفل تلك الصورة وهو يعيش في أفغانستان أفضل حيث ستتحول الحروب والمعاناة إلى مجرد تاريخ وتكون مثل تلك الصور بمثابة تذكار لقوة هؤلاء الذين صمدوا أمام كل ذلك. من جهة أخرى عرض الكثير من المتفاعلين مع الصورة تقديم المساعدة لصاحبتها فيما أنشأت جمعية الشباب الأفغاني الخيرية في المملكة المتحدة حملة على موقع التمويل GoFundMe وصرحت بأن الأموال ستمنح لتاب شخصيا. حلو كتير. شو رأيكم؟ يعني هذه الصورة بتأكد أنه لا الفقر ولا الحروب ولا كبر العمر أو صغره هن عوائق أمام أنه نتعلم، وهذا الشيء هذه الصورة بتعبر عنه بشكل كبير. نعم. الحلو كتير بعالمنا اليوم أنه الإنسان بشكل عام والمرأة عم تعرف أكتر قديش أهمية التعليم. نعم. يعني ذكرت نقطتين بالخبر أنه هي نجحت بالامتحان، بتصور الصورة لحالة بتأكد لأي شخص أنه أكيد هي رح تنجح، يعني كل هذا الشيء اللي مرقت فيه مش نعم. يعني هيدي مواجهة إذا بديك حرب بحد ذاتها اللي هي عم تقوم فيها. صحيح. مش هين يعني. طب أنا عندي سؤال، الشاب الأفغاني نعم. يعني ربما اختصر كل الموضوع. صحيح. إنه فعلا ابنه بعد 20 سنة أي تغيير حيكون بأفغانستان هو رح يكون بفضل هيك. بفضل هي واللي عم بمثلها عم يتحدوا ظروفهم وما عم يستسلموا. نعم. عندي سؤال لكم بدي بلش فيك راوية وأرجع على وعد. يعني في كتير تحديات إحنا بنلاقيها بحياتنا، يعني هالمرأة الأفغانية هي يمكن حدا صورها، يمكن أنت قطعتي بتحديات تانية يمكن ما كنت قادرة أنك تحكيها، ويمكن وعد نفس الشيء. هالتحديات قديه بتخلق منك حدا بيقدر أنه يتحدى وبيقدر أنه يواصل حياته لقدام؟ لا شك بأنه التحديات هي أكثر دافع وأكثر محفز أنه نتمرد على ذاتنا، نتمرد أوقات على محيطنا الصغير وعلى محيطنا الأكبر تنثبت حالنا. والمرأة ومش قليل أنه عملوا يوم للمرأة العالمي لأنه النساء اللي مثلها بأفغانستان ومثلها بالعالم العربي هن اللي أساس المجتمع. نعم. وهن اللي عم بيخلونا نمهد أنه نبني المجتمعات ونحافظ عليها ونسويها صح. صحيح. لأنه من وراء العلم يعني تعليم ومرأة مجتمع صالح. أنا تقنيا التحدي هو محاولة التغلب على ظروف قاهرة وظروف صعبة، ما في أسهل من الاستسلام والتحجج أنه هيدا ظرف وما بقدر والاكتفاء بمحل ما نحن. فالتحدي هو التحدي للذات لما نحن نتخطى هذه الصعوبات ونتجاوزها لنوصل لأهداف أهم. إن شاء الله دائما يعني تكون الأهداف هيك قريبة لإلنا ونحققها أكيد. ومن هذا الخبر المشجع صباحا مشاهدينا إلى فاصل جديد، انتظرونا. صباح النور من جديد مشاهدينا، وإلى موجز جديد للأخبار السياسية ومقالات صادرة عن بعض صحف اليوم اختارتها لنا الزميلة فرح فواز ضمن فقرة مع الخبر. صباح النور مجددا راوية وهبة، يعني صراحة هبة ما بتتاخد على مناسبات رسمية حتى على الموجز ما بأخذك معي أبدا. أهلا بكم من جديد، وهذا موجز بأهم الأخبار. مقتل عسكريين مصريين وإصابة 5 في انفجار استهدف مدير أمن محافظة الإسكندرية قبل أيام من التصويت للانتخابات الرئاسية والداخلية المصرية، تصف العملية بأنها محاولة اغتيال.
مقاتلو المعارضة السورية وعائلتهم يبدأون بالانسحاب من عدة بلدات في الغوطة الشرقية ليتسلمها النظام، بحيث لم يتبقى سوى مدينة دوما المحاصرة كآخر معقل لهم هناك. مصدر عسكري تركي يقول إن الجيش وحلفائه من المعارضة السورية فرضوا سيطرتهم على منطقة عفرين الواقعة في شمال غرب سوريا بالكامل، في الوقت الذي عمد فيه عمال الإغاثة إلى توزيع الطعام على سكان المنطقة. حركة خمس نجوم الإيطالية تتعاون مع الأحزاب المحافظة لانتخاب رئيسين لمجلسي البرلمان، لكن لم يظهر حتى الآن ما يشير إلى أنهم قد يمددون هذا الاتفاق لتشكيل حكومة. مئات آلاف الشبان الأمريكيين وأنصارهم يستجيبون لنداء ناجي من مذبحة بمدرسة ثانوية في فلوريدا، ويقومون بمسيرات تاريخية في مختلف أرجاء الولايات المتحدة للمطالبة بتشديد قوانين حيازة السلاح. ننتقل الآن إلى بعض المقالات المختارة من الصحف العربية لهذا اليوم، ونبدأ هذه الجولة مع مقالة في صحيفة العربي الجديد بعنوان عباس وحرق المراكب لمدير تحرير الصحيفة حسام كنفاني. تحدث فيها عن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين الماضي، والذي لم يكن طبيعيا برأي الكاتب، إذ بدا عصبيا وأخذ يطلق الاتهامات والشتائم في كل الاتجاهات من دون هدف واضح. وتساءل كنفاني ماذا يريد أبو مازن، وقال: قد لا تكون الإجابة واضحة، لكن من الواضح أن الرئيس الفلسطيني بات يرى أن أيامه في المنصب باتت معدودة في ظل الحملة الكبيرة عليه من الولايات المتحدة وحلفائها، وخصوصا من الدول العربية، وهو لا شك يقرأ يوميا بورصة الأسماء التي يتم تداولها في الصحف عن خلفائه المحتملين. وبرأي الكاتب فإن أبو مازن يرى نفسه مهمشا تماما في سياق الخطط التي توضع للقضية الفلسطينية، فلم يستشره أحد بصفقة القرن، بل عرضها عليه السعوديون أمرا واقعا بحسب ما صرح صائب عريقات. الأمر لا شك أزعج عباس الذي قرر على ما يبدو التأكيد على أنه لا يزال قادرا على التهديد والوعيد، ليس فقط للولايات المتحدة بل أيضا للداخل الفلسطيني. ويتابع الكاتب: هي رسالة ذات بعدين، الأول إلى الداخل الفلسطيني بأنه يواجه منفردا مؤامرة كونية على القضية الفلسطينية وأنه لا يزال قادرا على الصمود بوجهها، والرسالة الأخرى موجهة أيضا إلى الفلسطينيين وربما إلى الخارج في الوقت نفسه بأنه لا يزال الحاكم الشرعي في الضفة وغزة. وفي الختام تساءل الكاتب إن كانت هذه الرسائل ستؤدي الغرض الذي يريده عباس، لكنه يخلص إلى أن أبو مازن يحاول شراء بعض الوقت في الرئاسة قبل أن تنجر في القضية الفلسطينية برمتها بمخططات ترامب بن سلمان. وننتقل إلى مقالة أخرى في صحيفة العرب القطرية بعنوان كم ديفيد خليجي اثنين، استهلها الكاتب عادل عبدالله المطيري بالعودة إلى أول الاجتماعات التي عقدت في كم ديفيد وتختص بالشأن العربي، وهي الاجتماعات التي قادت إلى اتفاق السلام بين مصر السادات وإسرائيل مناحيم بيغن عام 1978. أما اجتماع كام ديفيد الثاني والمختص بالشأن العربي فكان القمة الأمريكية الخليجية التي عقدت في مايو 2015 لمناقشة أمن المنطقة على مستوى الصراع والتسلح النووي. وقال الكاتب: في كام ديفيد الخليجي الأول كان الخليجيون موحدين اتجاه مصادر التهديدات الأمنية، ولذلك ذهبوا في قلب رجل واحد إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك أوباما ليحصلوا منه على ضمانات ملموسة اتجاه مخاطر تحيط بالمنطقة وتهدد أمنها. ويتابع الكاتب: أما في كام ديفيد الثالثة عربيا والثانية خليجيا والمتوقع أن تنعقد في منتصف هذا العام، سيذهب الخليجيون إليها وهم منقسمون ومختلفون ومتنازعون، ليس لديهم قضية خارجية لتتم مناقشتها وتداولها مع المسؤولين الأمريكان، بل خلافات وأزمة وهم سيشكون بعضهم البعض. تحولت مصادر التهديدات الأمنية لدولنا الخليجية من الصراعات في المنطقة والأسلحة النووية والعراق وعنفه المسلح إلى أننا أصبحنا نهدد ونتهم بعضنا بالإرهاب. وتابع الكاتب بالقول: حاولت الكويت وأميرها التوصل إلى تسوية الأزمة الخليجية،
ولكنها لم تصل إلى نتيجة. وكلنا نتذكر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمؤتمره الصحفي في البيت الأبيض عند زيارته للرئيس ترامب في سبتمبر 2017 حين طلب المساعدة الأمريكية في جهود الوساطة الخليجية. وخلص الكاتب إلى القول إنه كلما رجعنا إلى كامب ديفيد نرجع ونحن في حالة سياسية واستراتيجية أسوأ من التي قبلها، بل حتى إننا نتمنى لو رجعنا إلى الحالة التي كنا عليها. ونصل أخيرا إلى ما قال في صحيفة الدستور الأردنية بعنوان ماذا يجري في واشنطن. تحدث فيها الكاتب ماهر أبو طير عن إعلان حالة الطوارئ في عواصم عربية بعد تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي للرئيس الأمريكي، وتحديدا بشأن مواقفه إزاء القضية الفلسطينية ورفضه حل الدولتين. ويقول الكاتب بولتون له وصفات حل خطيرة إزاء المنطقة، فهو إضافة إلى كونه من تيار الصقور الذين يؤمنون بالحرب، وقد اقترح سابقا توجيه ضربة كبرى لإيران، إلا أنه أيضا لا يؤمن بحل الدولتين، وهو مع توزيع أثقال الملف الفلسطيني السكانية والسياسية والأمنية على أكثر من دولة عربية. ويرى الكاتب أن إدارة الجمهوريين بكل هذه التركيبة الصعبة جدا ستأخذ المنطقة إلى ظروف في غاية الصعوبة، خصوصا أن من هم على صلة بالشأن الأمريكي يؤكدون أن الرئيس الحالي لا يقبل الاختلاف معه ولا يقبل أي شروحات بشأن استحالة بعض القضايا والإجراءات، وليس أدل على ذلك من قيامه بالاعتراف علنا بالقدس عاصمة لإسرائيل غير آبه بردود فعل الحكومات العربية والإسلامية وحتى الشعوب في هذه المنطقة. وتابع الكاتب بالقول على الأغلب فإن الملف الفلسطيني وملف إيران لن يتأخرا كثيرا باعتبار أن كلفتهما قد تكون أقل على إدارته من كلفة ملفي الصين وكوريا الشمالية، وعلى الأغلب فإن الشعب الفلسطيني سيحمل فاتورة الملف الإيراني بشكل أو بآخر، وهذا أمر محسوم لا شك فيه حتى الآن بعد أن باتت المقايضة علنية. نضع حدا لإيران وتغمضون عيونكم عن كل القضية الفلسطينية. ويرى الكاتب أن المؤشرات كافة تدل على أننا أمام تطورات خطيرة سنراها خلال الفترة المقبلة بعد أن تحولت كل الإدارة إلى إدارة من نوع واحد لا تقبل أي تعدد في الآراء. ومع هذا المقال نختم هذه الجولة على الصحف لهذا اليوم. نلتقي مجددا بعد أقل من ساعة لمناقشة ملامح السياسة الأمريكية في المنطقة والعالم بعد التغيرات الأخيرة وتعيين بولتون وبومبيو في الأمن القومي والخارجية. لكن الآن عودة للزملاء لمتابعة باقي فقرة صباح النور. شكرا جزيلا لك فرح. والآن سننتقل أنا وأنت راوية لنحكي عن الإبداع الذي يكمن في الفرادة، وهذا ما تتحلى به مصممة الأزياء الفلسطينية الأمريكية لولو الحرازين التي تابعنا حلولها ضيفة على أحد أهم أسابيع الموضة في أمريكا. فلنتابع التقرير معا. تحت عنوان قوة قدمت المصممة الفلسطينية لولو حرزين أحدث مجموعاتها لخريف وشتاء 2018 ضمن أسبوع الموضة في لوس أنجلوس، وهذا ليس بغريب على الشابة التي نشأت في أجواء الموضة، فعائلتها كانت تمتلك وتدير شركة ضخمة لتصميم الملابس. كثير أنا مبسوطة وفخورة أنه اتحت لي الفرصة أني أكون أول فلسطينية تعرض على معرض كبير زي Art Hearts Fashion. هم أعجبوا بتصاميمي وطلبوا مني أني أعرض عندهم. رغم أنها تعرض أزياءها على منصة عالمية إلا أنها لم تتخلى عن اللمسة العربية الموجودة في كافة تصاميمها، خصوصا في القفطان الحديث الذي لفت الأنظار أيضا خلال تقديم لولو لمجموعتها ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اعتبر الحاضرون الأزياء غريبة ومميزة. المرأة العربية جدا قوية وأنا بالذات مريت بظروف كتير صعبة وكتير يعني كيف بدي أشرح لك إنه اتحديت نفسي وأنا واقفة معك هلأ مش مصدقة إني القوة هاي سبحان الله يعني من عند الله. الواحد ما بعرف قديش هو قوي
until يعني نحط situation هيك. تخصصت حرزين في الاتصالات، ومع ذلك بقي تصميم الأزياء الشغف الأوحد لديها، وقد اختارت لمجموعتها قوة التي تحاكي المرأة المتمكنة والقوية، الشيفون، الكريب، الخرز والأحجار والفوم والريش. والله انتو شفتوا يمكن اول 10 كفتانات هدول منن اجداد، بديت عليهم اكشلي قبل 8 سنين، بس صار معايا ظرف ووقفت عن التصميم مدة 5 سنين، فهدول طبعا اكيد يعني مش جديد لإلي، بس ميبي جديد للحضروا العرض. والهاند ميد الفساتين الثانية طبعا لكل فستان بياخد أسبوع، وثري كرافتسمن بيخلصوا فستان واحد. في صغرها كانت تهرع لولو إلى المنزل لترى شقيقها وهو يرسم سكتشات الأثواب، وتدقق بدهشة حين تراها تحولت لاحقا إلى تصاميم مبهرة، وقد جاءت إلى أمريكا العام 1994 وتخلت عن حلم التصميم بعدما توفي ابنها البالغ من العمر 9 سنوات في حادث سير، لكنها حولت لاحقا محنتها إلى إبداع لتنتصر لكل النساء. طبعا المرأة الفلسطينية سبيشالي الغزاوية معروفة إنها بيقولوا قوية، نحن قوايا مش زي ما العالم بتفكر، إحنا قوايا بقوة شخصيتنا، بقوة إيماننا إنه إحنا ممكن نقدر نتخطى كتير ظروف صعبة بحياتنا. إحنا كمان artists، إحنا كمان فينا نكون على red carpets. بصراحة حابة كتير ألبس جوليا روبرتس، كتير بحبها، بحب أناقتها، بحب ألبس جينيفر لوباز لأنها جريئة بلبسها كمان، بحب ألبس بيونسي، ويعني في مجموعة كبيرة حابة ألبسهم، بس إن شاء الله يعني نبدأ إن شاء الله في مشروع. تكن لولو حرزين الكثير من الاحترام لمصمم الأزياء من الشرق الأوسط، وتتابع أعمالهم بإعجاب، خصوصا هؤلاء الذين نجحوا باختراق الخطوط العالمية وباتوا المفضلين لدى نجمات هوليوود. هذا وتسافر لعدة بلدان عربية من بينها لبنان، دبي، الكويت، الأردن وقطر لشراء الأقمشة والزينة لتصاميمها. يعني أكيد كل التوفيق للولو الحرزين، لأنه عن جد مثال للشاب أو الفتاة الفلسطينية المبدعة والإنسان المتحدية، وإحنا كنا عم نحكي عن هالموضوع يعني قبل شوي يعني عن نساء أفغانيات كمان. صحيح، يعني تحدي المرأة الغزاوية واللي بتتميز مثل ما ذكرت بقوتها وصلابتها أنها توصل على أهم المنصات العالمية بدور الأزياء العالمية، وشي مهم جدا وفخر للمرأة الفلسطينية. سنذهب مشاهدينا إلى موضوع مختلف لنتحدث عن جمعية المواساة التي هي جمعية خيرية تعنى بخدمة المجتمع المحلي بهدف خدمة أهالي مدينة صيدا جنوب لبنان وجوارها بكافة الوسائل المتاحة، بدءا بالتعليم التربوي المهني والتدريب المهني الصحي والخدماتي، خصوصا في مجال تأمين فرص عمل وعلم للفتيات وخاصة للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. نعم، للحديث أكثر عن الجمعية ونشاطاتها نستضيف معنا مديرة الجمعية ماي حاسبيني في فقرة مع الناس. صباح النور ماي، كيفك؟ صباح الخير. نور، الجمعية بدأت بالستينيات وكانت يعني مهيئة لتكون أو لتخدم ناس بمنطقة صيدا وضواحيها، فخبرينا أكثر يعني هيك كانت البداية، بس هلأ لوين وصلت؟ هو فعليا الجمعية بدأت بال56 لتخدم الفئات الأكثر عرضة للظروف الاجتماعية بالمنطقة في ظل أزمة كانت بوقتها، وبدأت بمركز صحي
واستمرت بخدماتها الصحية فقط لغاية التسعينيات، حيث تم إنشاء مبنى خاص بالجمعية بضم كافة أقسامها. ومن هناك بدأ التطور، انتقلنا من الصحة للتعليم للتربوي للخدمات الاجتماعية، وأخيرا وصلنا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والأولاد والأطفال اللي عندهم مشاكل سلوكية، صعوبات تعلمية. وهيدا القسم الحمد لله حاليا عم بلاقي ما فينا نقول إقبال، بس ولكن نوعية الخدمة اللي عم نقدمها مميزة، لأنها تحاكي وجع الأهل اللي أولادهم عندهم مشاكل جدا بسيطة ولكن بحاجة لعناية خاصة، اللي عندهم صعوبات بإكمال دراستهم، اللي عندهم مشاكل بسلوكياتهم اليومية. اللي نحن عم نعمله بهيدا القسم هو أنه عمال نتعاطى مع الأولاد بشكل فردي ضمن مناهج أكاديمية، مش عم نحرمهم التعليم الأكاديمي بس ببرامج فردية مخصصة لكل ولد حسب حالته. نعم نعم، جميل جدا. يعني اللي بيتابع موقعكم الإلكتروني بيشوف التنوع بالخدمات اللي بتقدموها، وأيضا من خلال حديثك يعني بدءا بدورات تدريبية، تأهيل، صحة، تعليم، كل هذه الأمور. ما الذي يعني ما هي النتائج التي تتوخونها والتي تحققونها على الأرض؟ يعني قد ايه عم يكون في ناس مستفيدين؟ الحمد لله نسبة المستفيدين كتير كبيرة. يعني نحن بكافة أقسامنا، خليني بس هيك لأرجع أصوب الأمور، الجمعية بثمان أقسام، في قسم صحي، في قسم خدماتي، قسم تربوي، قسم تعليمي، قسم إنتاجي، وتدريب ودورات سريعة. بكل قسم من الأقسام في تخصص، يعني نحن بالعالم هلأ التوجه نحو التخصص، وهذا اللي نحن حاطينه ضمن الرؤية للسنوات القادمة إن شاء الله، أنه كل ما تخصصنا بمجال كل ما بتكون الإمباكت تعيله على المجتمع حوالينا أفضل. لذلك الحمد لله فريق عملنا من أصحاب التخصص والمستفيدين بشهادتهم، يمكن بس الواحد بالنهاية بيعرف حاله شو عم يعمل، مش لنحكي عن نفسنا بس خدماتنا بتحكي عنا، بيقولوا actions speak louder than words. so نحن الحمد لله نسبة المستفيدين عنا، يعني لما عم يتخرج طلاب من عنا من ذوي الصعوبات التعلمية والمشاكل السلوكية والإعاقات البسيطة، عم يقدروا يلاقوا مكانهم بالمجتمع حواليهم، ما عم بيكونوا عالي، ما عم بيكونوا هالقد متكلين على المحيط، لا صاروا عم يثبتوا حالهم بوظائف. نعم. بفرص عمل او باكمال دراستهم من خلال الدمج بصفوف. كنت بدي اسالك عن موضوع التدريبات المهنيه اللي انتم عم بتقدموها، لاي مدى هي محترفه؟ يعني انه الواحد عم بيروح لياخذ صوره عن الموضوع بشكل عام، او انتم عم تقدموا تدريبات احترافيه للشخص ليطلع معه شهاده معترف فيها كمان؟ طبعا بالدرجه الاولى الشهاده المعترف فيها، لانه هي بحسب ثقافتنا وبحسب طريقه تفكيرنا هي المفتاح اللي ممكن يفتح اي باب بوجه هذه الشريحه من المجتمع. شهاداتنا معترف فيها مصدقه من وزاره التربيه. الاهم من هيدا هو طريق التعليم، يعني نحن عندنا مثل ما قلت لك شق اكاديمي باهل الطالب او التلميذ او الابناء بكل المعلومات العامه وحتى السلوكية، المهارات الحياتية اليومية، النظافة الشخصية، البيئة المحيطة فينا، الأمور الحياتية اللي بيعوزها بحياته اليومية، إلى جانب تخصص في مشاغل تخصصية، يعني حسب ميول الولد، حسب مهاراته وقدراته، طبعا بإحاطة من فريق عمل بيقدر يدرس هو شو عنده كفاءة وشو عنده قدرات، بيتوجه نحو مشاغل متخصصة، مشغل التصوير الفوتوغرافي، مشغل صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الكمبيوتر، التربية الحضانية، ممكن تكون الصبية مساعدة حادقة أطفال، تساعد بحضانات، تساعد بروضات، عندنا مشاغل الطبخ، الطهي، وممكن يكون مساعد شيف بمكان، بمطعم، بجمعية، يعني تخصصات مهنية. نعم تخصصات مهنية. طيب أستاذي ماي خبرينا أكثر، أنتم لما بتعرفوا عن حالكم بتقولوا أنتم مؤسسة خيرية، هل كل الذين بيستفيدوا من خدماتكم لا يدفعون أي مقابل مادي؟ يعني هل هي مجانية 100%؟ وفي حال نعم أو لا، على أي أساس بيتم يعني ضم هؤلاء؟ يعني هل في معايير معينة بتفضلوا فيها شخص عن آخر؟ نعم، نحن صح جمعية خدماتية خيرية، ولكن الخدمات ليست مجانية، لأنه مثل ما بنعرف بهالأيام بدك تأمني استمراريتك. بس اللي نحن بنعمله أنه لا يمكن أن يرفض أي طالب أو أي شخص بحاجة لخدماتنا بسبب ضائقة مادية. اللي ما بيقدر هو يأمن بدل التعليم، نحن نسعى أنه ندعمه أو نأمن له كفيل.
واللي بيقدر يتحمل كلفة تعليمه بنطلب منه قسط، طبعا أرقام يعني متواضعة، أرقام مقدورة عليها، بس بضل في أشخاص ما بيقدروا يتحملوا كلفة تعليمهم بنساعدهم نحن. لا يرفض أي شخص بسبب عدم استطاعته أنه يدفع كلفة تعليمه، ونحن مثل ما قلت لك بنحاول نأمن له كفيل ونحن ندعمه، وبنوصل لكمبرومايز نحن وياهم بشكل أنه الكريتير الأساسي إذا وضعه المادي بيسمح له يدفع قسطه بيدفعه، واللي ما بيسمح له يدفع قسطه بيتم التدخل من قبلنا. نعم، ضمن المقدمة اللي قدمناها عنكم كنا عم نحكي على أنه كمان أنتم بتساعدوهم ليلاقوا أشغال، يعني بهالمهن تبعتهم اللي أنتم بتعلموهم إياها. خبريني قدي في تنسيق بينكم وبين المؤسسات الثانية لحتى تلاقوا أشغال لهال يعني الأعداد الكبيرة اللي أنتم بتخرجوها مثل ما حكيتي؟ نحن على تواصل واحتكاك مباشر مع سوق العمل بالمحيط، والحمد لله نسبة الوعي بالخمس سنين الفائتة كتير زاد بطريقة كتير سريعة، صار في تقبل لأبنائنا اللي عندهم هيدي الأوضاع الخاصة، فما بقى عم نلاقي الصعوبة اللي كنا نلاقيها من عشر سنين بأنك تحطي يعني توجدي فرصة تدريب لولد عنده نوع من الوضع الخاص. صاروا عم يتقبلون، عم بحطوهم بأماكن آمنة خصوصا، يعني احنا بدنا نسعى لما نحط هيدا الابن بمكان بدك تأمني له الأمان أول شيء، لأنه أوقات بيكون هو غير مدرك للمحيط اللي حواليه والخطورة اللي ممكن يتعرض له. عم نقدر نلاقي هيدا الأماكن، وعم بيكون في تعاون كتير من أصحاب المؤسسات الخاصة وأرباب العمل، بشكل أنه بيتأمن استاج لهيدا الولد، بيحتك بمحيطه احتكاك مباشر تحت إشراف استاذ من عنا بيكون عم بيطلع عليه بشكل يومي، وإشراف شخص متعاون من المؤسسة الخاصة. نعم. بشكل أنه إن شاء الله إذا قدر بيبقى بالمؤسسة اللي هو تدرب فيها لاحقا. نعم. طيب أنتم موقعكم الرئيسي هو بصيدا. نعم. هل هنالك نية لتنتقلوا على مناطق أخرى خارج صيدا، يعني شمال لبنان، البقاع، جنوب؟ يعني هيدا حلم نسعى له إن شاء الله نقدر، بس حاليا إمكانياتنا المادية وإمكانياتنا الجغرافية بتخلينا نخدم المنطقة صيدا ومحيطة جوار شرق صيدا الإقليم امتدادا للجنوب. أكثر من هيك حاليا ما عنا استطاعة إن شاء الله بدعم أيدي الأصحاب. أنا كان عندي سؤال لك على موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. يعني دائما منلاقي إنه ذوي الاحتياجات الخاصة في عندهم ظلم بالمجتمعات العربية، دائما ما منلاقي إنه هناك من بيستوعبهم كان تعليميا أو اجتماعيا أو بيعلمهم السلوك اليومي بطريقة محترفة. عم بحكي قدي أنتوا بتقدروا أنه تقدموا هيدي الخدمات بطريقة احترافية كمان لذوي الاحتياجات الخاصة؟ أساتذتكم كيف تم تدريبهم؟ من وين بتجيبوهم؟ هل هم متخصصين بهالأنواع بهالنوع من الأطفال؟ ومين هم الأطفال اللي أنتوا بتستقبلوهم كمان من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ نعم، نحن نستقبل جميع الأطفال اللي إعاقتهم ناتجة عن أي خلل دماغي. نعم. أو إعاقات حركية بسيطة. هيدي الفئة اللي نحن بنقدر يعني متلازمة داون فرضا. نعم. نعم. الأطفال اللي عندهم توحد ADHD للحركة الزائدة، هول الإعاقات أو الحالات الخاصة نحن بنقدر نستقبلها، إضافة لأطفال ذوي صعوبات تعلمية ممكن ظروفهم الاجتماعية منعتهم أنه يكونوا بمدارس تأمن لهم دعم دراسي. وعم نقدر نرجع يعني في عنا طلاب خمسة قدموا شهادة رسمية سنة الماضية، بس لأنه لقيوا الدعم يعني قدرنا حطينا شخص يقدر يشتغل معهم على وين عندهم نقص يعبيلهم هيدا النقص ليقدروا يتأهلوا ليقدموا شهادات، والحمد لله نجحوا. الأساتذة اللي عنا هن نوعين، في أساتذة متخصصين بالمجال، وفي أساتذة بهبة من رب العالمين عندهم القدرة أنهم يتواصلوا مع هيدي الفئات بطريقة كتير إيجابية. نعم. ولتغيير سلوكهم، ونحن كتير بنشتغل على المهارات الحياتية لدى الأبناء. نعم. والموضوع اللي ذكرتيه حضرتك بالنسبة للدعم الرسمي للموضوع فعلا في غياب، يعني لو ما المؤسسات الاجتماعية عم بتقوم بهيدا الدور تجاه هيدي الفئة في نقص كبير، وفي لازم يصير في وعي. نعم. تجاه أبنائنا. بس في كمان الشق النص القنين المليان إذا بدنا نقول، صار في وعي لدى المجتمع إنه صار في أهل بالأول ما كنا نعرف إنه في عيال في عندهم أولاد ذوي إعاقة أو ذوي حالات خاصة. هلأ صار عم بيقولوا، صارت شيء طبيعي، صار في إدراك أكتر إنه هيدا الولد إذا قدر خرج من محيطه ونحط بالمكان المناسب بنقدر نرجعه لحياة صح
الطبيعية إذا بدنا نسميها. أصلا أغلب الاختصاصيين بفضلوا أنه دائما الولد يتعلم بمدرسة عادية وليست مدرسة لذوي الإعاقة، يعني هيدي بدراسة حديثة. بدي أتحدث عن نقطة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أحيانا ومع جهات أخرى، لأنه اللي بيزور صفحتكم بيلاقي الكثير من الشراكات. هذه الشراكات هل تستفيدون منها فقط ماديا ولا بتستفيدوا منها من خلال التطور التكنولوجي اللي عم بيصير والعلمي بأوروبا؟ لا أكيد الاستفادة بتكون مادية وتدريبية تطويرية، لأنه بيصير في بناء قدرات من خلال واطلاع على شو عم بيصير حوالينا بالعالم الغربي. وطبعا مع تكييف هذا الشيء لما يليق بنا، يعني اللي بيزبط على مجتمعنا وعلى اختيار المناسب. طبعا دايما بيكون في تدريب، بس نحن ناخد منه الأمور اللي بتناسب بيئتنا ومجتمعنا وثقافتنا. ونحن المشروع لما بلش كان تحت إشراف الجامعة اليسوعية اللي عملت التأهيل للكوادر، وكلنا تأهلنا لهالموضوع لأنه كان جديد علينا. ونحن حاليا كمان مشروع مع الاتحاد الأوروبي على حضانات تدخل مبكر، يعني كيفية اكتشاف الأولاد ذوي الصعوبات التعلمية والأوضاع الخاصة من عمر الطفولة المبكرة. المشروع نحن عم نطلقه بصيدا ومحيطة إن شاء الله، عنا افتتاحه ب 13 الشهر، وهو تأهيل كوادر ليكونوا موجودين بالحضانات ويكتشفوا أي ولد عنده خلل سلوكي أو صعوبات تعلمية. هلأ بشكل عام إن كان الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة أو اللي عم تعلموهم على مهن معينة، المناهج كيف تعتمدوها؟ مين بيحط المناهج اللي على أساسها أنتوا بتعلموا الأطفال؟ المناهج، بعض المناهج موجودة رسميا بالدولة، ولكن طبعا بتم تكييفة، يعني بكل مؤسسة خاصة عندك حرية، رغم أنه المناهج موضوعة رسميا عندك حرية التدخل بزيادة بعض المواد السلوكية، بزيادة نشاطات لا صفية على المنهج. وهذا اللي نحن عم نقدر نعمله الحمد لله، نوصل طلاب لأنه يكونوا مميزين بين الطلاب الباقيين بالنجاح وباستلام المهام لاحقا بسوق العمل، يكونوا جاهزين لأنه ينزلوا على سوق العمل بكفاءة. طب وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالنسبة لمناهجهم اللي بتحطوها؟ مناهجهم تتطور سنويا بالاستشارة أخصائيين. نحن عنا الله راد أول شهر الجاي مستضيفين دكتور جان فياض اللي هو شخص علم من أعلام الدعم النفسي والسلوكي للأولاد اللي عندهم صعوبات، وهيدي الدورات والاستشارات مستمرة دائما لتطوير وبناء القدرات لدى فريق يعني عملنا. مديرة جمعية المواسات ماي حسميني، شكرا جزيلا على حضورك وكل التوفيق لكم. شكرا لكم. مشاهدينا سنذهب الآن إلى فاصل، نعود بعده لمتابعة باقي فقرات صباح النور، فابقوا معنا. صباح النور من جديد. استونيا هي من أصغر دول القارة الأوروبية، مواردها الطبيعية ضئيلة جدا، من هنا كان اعتمادها على الاقتصاد الرقمي حتى أصبح المجتمع الإستوني مجتمعا رقميا ملفتا. وفي العام 2000 صنف البرلمان الإستوني الإنترنت كقانون معتمد مثل أي قانون آخر، وأصبحت البطاقة الإلكترونية أساسية جدا في إستونيا. صحيح وعد. وبالعام أيضا 2015 أقرت الدولة الإستونية مشروع جديد، فكل إنسان يمكنه أن يصبح e-resident أو مقيم إلكتروني. الفكرة تبدو غريبة، وللإضاءة أكثر عليها نستضيف معنا مشاهدينا مباشرة من تونس المهندس الخبير في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية وسام الوسلاتي. صباح النور وسام. صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بكم من تونس. وسام باختصار لو سمحت، كيف وصلت استونيا إلى هالمشروع وشو بيعني مقيم إلكتروني؟ استونيا هي كانت تبع الاتحاد السوفيتي من عام 1991 واستقلت، وعندما استقلت كان لديها خيارين، أما أن تعيد كل شيء أو أن تبحث عن كل ما هو التكنولوجيا وكل ما هو أشياء حديثة. إذن كان الاختيار أن تعيد أن تبني المجتمع على تكنولوجيا حديثة وأن تربح بأصوات كثيرة. دونك انتقلت من الاتحاد السوفيتي التقليدي إلى مجتمع لا يوجد فيه جواز سفر، لا يوجد فيه بطاقة تعريف، لا يوجد فيه أوراق، واختارت الخيار الرقمي في كل شيء. دونك هذا هي فلسفة إستونيا من 1991 إلى 2017، نقلة نوعية، وهي تعتبر البلد الأقوى بلد في الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد على الاقتصاد الرقمي. نعم.
طيب يعني إذا أردنا هيك تحديد الهدف الأساسي من هذا المشروع. الهدف الأساسي من هذا المشروع هو نقول صفر أوراق. ما معنى صفر أوراق؟ أنه كل ما هو عنده علاقة بالإدارة الكلاسيكية من نقول نحن بيرو أو نقول نحن علاقة مع المواطن أو نقول نحن منشآت تعتمد التنقل من مكان إلى مكان. شيء مهم برشا كثيرا أنه في إستونيا الحرارة تكون إلا 15 وإلا 20. إذن كل ما يمكن أن يساعد الإنسان في حياته اليومية حتى يربح التنقل أو حتى يكون إنسانا متحررا يعود بالفائدة كثيرا على الدولة الإستونية وتربح كثيرا في الاقتصاد. إذن نعم. كل ما نسهل حياة الإنسان كل ما يكون عندنا ربح ديركت نقول. نعم وسام، طيب هل هذا المشروع بيشمل كل الدول؟ يعني أنه كل إنسان على وجه الأرض في أنه يكون إي ريزيدنت بإستونيا أو في صفات معينة مطلوبة؟ الآن ننتقل الآن باش نحكي على الموضوع الثاني الذي هو البطاقة الإي رقمية. من 2015 إستونيا كان عنها كثير من الذكاء. هي منطقة صغيرة فيها 1.3 مليون مواطن. قالت كيف نستغل هذه التكنولوجيا حتى نأتي العالم يأتي إلينا. إذن قامت بخلق هذه البطاقة الرقمية من 2015 وقالت أنه كل إنسان في العالم يجب يكون في إفريقيا، يكون في أمريكا، يكون في أوروبا، يكون في أستراليا يستطيع أن يقوم بأعمال رقمية ويستطيع أن يدخل الاقتصاد الأوروبي بهذه البطاقة. إذن كان هناك ذكاء كثير من إستونيا حتى تستغل الانفراستركتور لكل إنسان في كل العالم. هذه هي المشروع والبرنامج الذي كان الوحيد في العالم. الآن حتى تكون إليك إقامة في فرنسا أو في ألمانيا لابد أن تذهب إلى هذا المكان. في إستونيا لا يمكن أن تذهب، تستطيع من هنا من لبنان من تونس من المغرب من الجزائر من أمريكا من فرنسا أن تكون لك إقامة رقمية. هذا هو الذكاء في هذا المشروع. طيب لا شك يعني أنه التخلص من البيروقراطية في تقديم الطلبات وتنظيم الأمور وإنجازها إلى آخره هي من الأمور الهامة جدا والتي تنعكس كما ذكرت بشكل مباشر إفادة في الاقتصاد والإنتاجية. ولكن ألا ترى أنه إذا كان النظام هل أدى سنترلايزد أو يعني مركز وشامل، كيف يمكن الثقة بهكذا نظام؟ يعني نعرف اليوم في كتير اختراق للشبكات الإلكترونية وما في ولا شبكة إلكترونية بمنأى عن الاختراق أو فقدان الداتا إلى آخره. سؤالك مهم وفي قلب الموضوع وكما يقول أينشتاين القوة في السؤال. الآن في العالم الرقمي ما يعبر عنه جوجل وأمازون وفيسبوك كل العالم مراقب وكل الأنظمة دونك كأمازون فيسبوك لها نفوذ إلى معلوماتنا. مثلا أنا أستعمل الآن أندرويد أو آيفون دونك العالم الكل يراقب ما أنا أفعل. إذن منظومة المراقبة هي كما قلت شيء عسير وشيء صعب جدا كيف أن تضمن سلامة المعلومات وتضمن عدم اختراق معلوماتي. لذن إذا إستونيا من أقوى الحاجات المهمة أنها قامت ما يقول عنه ببيجي كبير جدا للسيكوريتي انفورماتيك. إذن هناك ما يعدل الثلث من هذا البيجي مخصص للسلامة المعلوماتية لأن الأنجو بلغتنا احنا كبير وكبير جدا. إذن أنا تونسي أو لبناني أو جزائري يمكن أن أستطيع أن أصل إلى المنظومة الإستونية، أستطيع أن أفتح شركة، أستطيع أن أقوم بالتجارات. إذن هناك عمل ضخم وضخم وضخم في ما هو سيكوريتي انفورماتيك كما ذكرت ليس بالشيء الهين. وهذه خاصية من خاصية إستونيا إنها متطورة جدا في السلامة المعلوماتية. نعم طيب كيف بيستفيد المقيم الإلكتروني من كل الخدمات كباقي الإستونيين؟ يعني عم بحكي عن خدمات الصحة، الدراسة، المشاركة بالحياة السياسية، حتى الاستثمار بمشاريع اقتصادية مثل ما هلأ يعني حكيت لنا والتنقل بالدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. سؤالك في قلب الموضوع.
بالنسبة لهذه البطاقة هي تسمى عنه البطاقة الإقامة الإلكترونية. ما معنى الإقامة الإلكترونية؟ هي تمكن أن تفتح شركة في إستونيا، يمكن أن تفتح كونت بانكير في إستونيا، يمكن أن تقوم بأفير في إستونيا، أمبور إكسبور كوميرسيال. هذه البطاقة تفتح لك العالم الأوروبي. نحن كمواطنين في لبنان أو في تونس أو في الجزائر نستطيع أن ندخل إلى الاقتصاد الأوروبي عبر هذه البطاقة. هذا بالناحية الاقتصادية، هذا هو المشروع الإقامة الإستونية، توفر لك كل ما له علاقة بالاقتصاد الرقمي. لديهم مشروع آخر اسمه فيزا ستارتاب، يخول لك أن تمتلك بطاقة أخرى، وهذه البطاقة تخيل لك التنقل في الاتحاد الأوروبي، وتخيل لك أن تشترك في الصحة، تشترك في الأمور الاجتماعية والسياسية. إستونيا لها دو بروغرام، واحد اقتصاد رقمي، ولها الاقتصاد الذي يمثل، ولها البطاقة التي تمثل لك أن تكون كأي ريزيدون أوروبيان. دو زاكس كي سون ديفيرون، هذه تخيل لك الاقتصاد الرقمي، والآخر تخيل لك التنقل بين كل اتحاد أوروبي. أستاذ وسام، ألا تعتقد أنه ممكن هذا النظام الإلكتروني أن يخلق خللا بالنظام الوظيفي، يعني رح ينعز كثير يد عاملة في المجال التكنولوجي والإلكتروني؟ هو بالفعل هو أغنى إنسان في العالم الآن، خالق أمازون جيف بوزز، أغلى ملياردير في 2016 2017. من المفارقات في الحياة، سيقولون أن أمازون سوف يصبح في عام 2020 أغنى إنسان ولا بدون أي عمله، أنه لا 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 سوف يكون، سوف يخلق البطالة، كثير من البطالة أمازون، لأنه لا يمكن أن نشتري، ما عادش نجم نشريه بالقروب التونسي نحن، خاطر ما عادش فما ناس مش نجم تشري، خاطر الناس كل بطالة. إذن من مفارقات العالم الجديد أنه سوف يكون كل شيء إلكتروني، سوف يكون كل شيء روبوت. إذن الإنسان هو مثلي ومثلك، مالورزمو أو ورزمو الاختيار، نختار ماذا نريد، سوف يكون نعم الإنسان بالطريقة الكلاسيكية سوف يختفي. إذن كل شيء سوف يصبح رقمي، سوف تكون روبوات. أمازون أغنى إنسان في العالم ما عادش فيش خدم خدامة. إذن هناك نعم معادلة صعبة جدا، معادلة سي كلك شوز إنيكواسيون تري ديفيسيل، نقول نحن باللغة الفرنسية أريزودر. وهذا هو العالم الجديد، عالم 2018. هناك كل شيء أصبح نقوم به إلكترونيا، إذن سوف يكون بالطبع، سوف يكون ناس في بطالة، وسوف ترتفع نسبة البطالة في العالم. نعم وسام، يعني وانت عم تحكي معنا عم تفرجينا البطاقة، ما بعرف اذا انت اي ريزيدنت كمان باستونيا، لهيك بدي اسألك يعني سؤال، ليه انت مهتم بهالمشروع، وهل في خصوصية مثلا لتونس او لأي بلد اخر بهالموضوع؟ نعم انا اي ريزيدنت ديجا، هذه فيها اسمي وسام وسلاتي، وفيها البطاقه الرقميه، فيها باسبوري، فيها معطياتي الشخصيه، كل شيء موجود هنا. نعم. اذا انا جزء اي ريزيدنت من 2015. مهمه برشا للبلدان العربيه. لماذا؟ لاننا نحن في البلدان العربيه، تونس، مغرب، لبنان، الجزائر، العمله ليست لنا عمله الاورو وعمله الدولار. اذا اللي كان ندخل الى العالم الاقتصادي صعب جدا، عملتنا ليست عمله صعبه. بالبطاقه هذه تستطيع ان تتعامل الند للند مع الانسان في المانيا، في فرنسا، في امريكا، في 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 المغرب، في العالم الكل. اذا نحن كعرب مهمه جدا، لانها تفتح لنا ابواب كثيره لا نستطيع ان نتحصل عليها اذا لم تكن موجوده. هذه هي قوه البطاقه، انها تستطيع ان تفتح بها شركه، تستطيع ان تفتح بها امبور اكسبور، تستطيع ان تتعامل مع ناس في المانيا، في فرنسا، في اوروبا، وانت لم تتنقل من لبنان، ولم تتنقل من الجزائر، ولم تتنقل من المغرب، ولم تتنقل من تونس. هذه الخاصيه الوحيده في العالم. هناك كوريا الجنوبيه سوف تقوم بشيء مماثل في 2019، اما الان فان البلد الوحيد هو البلد الاستوني الذي يمثل هذا. اذا شيء طيب. وحيد في العالم. طيب استونيا البلد الوحيد لحد هلا، قديش ممكن نشوف هذا النموذج عم يتطبق ببلدان اخرى، خاصه وانه في دراسات، احداها دراسه من جامعه ميشيغان في الولايات المتحده، عملت توصيه بالغاء العديد من التطبيقات الالكترونيه في استونيا، وخاصه نظام التصويت الالكتروني لما يمكن ان يكون له تاثير على الديمقراطيه وعلى التلاعب بالاصوات. هيدا جهة واحدة على سبيل المثال.
أنت تقصدين ما هو ما هو الريسك الذي ينجر عنه من هذا أنا أقول أدي ممكن أديش في إقبال من دول إلى تطبيق هذا النظام الإلكتروني المركز ببلدينا بالشكل يلي مطبق بإستونيا، خاصة وأنه في توصيات معاكسة لذلك. نعم، السؤال في قلب الموضوع الآن، في لو كان نأخذ الإستونيا حاليا، في إستونيا هناك 40,000 مقيم رقمي، وهناك أكثر من 5,000 شركة وقع فتحها في إستونيا في الديستانس بهذه البطاقة، وكما أنت ذكرتي البلد الوحيد الذي يقع الانتخاب رقميا فيه هو إستونيا. أمريكا لا يقع الانتخاب رقميا، بل في إستونيا يقع الانتخاب رقميا. أمريكا وصلت بعكس ذلك. نعم، لأن لأن الآن المعادلة صعبة في عكس ذلك، لأن هناك مفارقة في طريقة النظر، لأن إستونيا كانت قبل 1991 تابعة للاتحاد السوفيتي، ونحن نعرف الاتحاد السوفيتي وهو ما كان إكس كي جي بي، وهناك في العقلية الناس لا تكترث كثيرا بأنهم مراقبون. ديجا من النوادر في إستونيا يقولون أن الحائط يستطيع أن يسمعك، لأنه كان تابع للكي جي بي وكان تابع للاتحاد السوفيتي. إذن الفلسفة في إستونيا اللي هي إكس الاتحاد السوفيتي مختلفة عن الفلسفة في أمريكا. في إستونيا لا يخافون كثيرا من هذه التنبيهات وهذه الحكايات بالمعطيات الشخصية، لأنهم شافوا ما هو أمر. إذن بالنسبة إليهم الآن، إذا كانت هناك بطاقة تستطيع أن تقول لهم من يدخل في أي وقت ومن يخرج في أي وقت، إذن بالنسبة لهم it's done, it's okay. إذن العقلية مختلفة كثيرا عن ما يقع في أمريكا. إذن فهم يعتقدون كثيرا في هذه البطاقة، وفي أن الأمور تسير بشكل شفاف جدا. نعم، طيب أنا كان عندي سؤال أخير لك، أنه يوم بعد غد في عندك نشاط، أو ب 27 الشهر عندك نشاط بخص هالموضوع اللي عم تحكينا عنه، موضوع الإيريزيدنت، خبرنا عنه أكثر. نعم، 27 مارس سوف يكون عنا في كوجيت في البحيرة في اللاك. سوف نحكي للأخوة التونسيين والمغاربة والجزائريين واللبنانيين والعرب عن هذه البطاقة الإلكترونية، وندعوهم للحضور بكثافة حتى نستطيع أن نفتح لهم أفاقا كثيرة، ونستطيع أن ندرس أكثر هذا الموضوع. إذن 27 مارس 2017 في كوجيت لاك مع 6 مساء، أدعوهم لمعرفة الكثير عن هذا الموضوع والتناقش حتى نثري هذا الحديث. نعم، يعني المهندس الخبير في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية وسام الوسلاتي، شكرا كثير على يعني هالفقرة وهالمعلومات اللي أعطتنا إياها جديدة. كنت معنا مباشرة من تونس. شكرا كثيرا على الاستضافة، شكرا كثيرا. نعم، والآن وعد، خلينا نروح للوقفة الثانية مع الشيف وليد وولا أشهى. رجعنا عن جديد مشاهدينا معكم، تنكمل الأطباق اللي كنا ابتدينا فيها. البطاطا مع الجوتشيز مع جبنة الماعز شلتها من الفرن، خلصت. هعمل صوص معه، هي حامض، شوية ملح، شوية بهار، شوية زيت زيتون. هضربهم مع بعض. أنا ما بدي كتير قوي الطعمة بالسلطة مع البطاطا، لأن اصلا هي في بقلبها الباستو، ماني بعازي لقوي الطعمه، بتصير كتير قويه. هحط الخس، ورح نحط فوقها الصلصه اللي هي الزيت مع الحامض مع الملح مع البهار. برجع بذكر ماني بعازي لقوي الطعمات، لان حاطط بيستو بقلبها للبطاطا. هرجع احط البندوره معه،
تعطيها طعمة طيبة وتعطيها لون. هيك بنحطها معه. حنرجع للباستا المعكروني مع الأسماك. نرجع نشرح عنها بشكل سريع. قلينا البصل، حطينا الأسماك المشكلة فوقها، حطينا شوية الزعتر، حطينا قلبناهم كلهم سوا، ملح بهار، حطينا مرقة السمك، وهلأ رح حط الكريمة الطازجة. عم نشوف المقادير على الشاشة مشاهدينا للي ما كان متابعنا من أول الحلقة. شايفة بتنطر لتنشف المية تبعتها؟ ما ضروري تنشف بشكل كامل، أنا عم باخد الطعم تبع السمك كرمال هيك ما قليته قبل. نعم. فلما تغلي معه مجرد ما يستوي السمك فيه حط الكريمة فوقها، ما في أي مشكلة. هلا رح ترجع تغلي مع بعض. السمك متلج فينا نجيبه؟ فينا نجيب السمك، أكيد يفضل السمك الطازة، بس تقدري تجمعي كل هالأسماك في شيء سمك متلج بيجي ممزوج كله مخلوط كله سوا مشكل. بس أهم شيء كمان نعرف طريقة الحل تبع أي شيء بدنا نستعمله لنقدر نستعمل أشياء متلجة. أفضل طريقة نشيلها من الفريزر على البراد. نعم. هون هيدي بعد ما تغلي تحط لها جبنة البارميزون، الملح والبهار مندوق، أسبوع بدها شوية ملح شوية بهار، نرجع بنحط الباستا فوق منها آخر شيء ومنسكبها. تغلي ضربة صغيرة معها لتاخد الطعمة ومنسكبها. هلأ هعمل دسار كتير طيب وكتير. شو طبق الحلو اليوم؟ رح نذكر فيه المشاهدين. بامبر دو. نعم بامبر دو. نعم. هي عبارة عن بريوش، هو بيجي مثل قالب التوست، بتقطع بهذه الطريقة. رجعت أنا قطعته بهذا المقطع تعطي الشكل اللي بدي إياه. نعم. هيدا المقطع بنحطه بقلب هيدا وبنقطعه بصير بهيدا الشكل. أكيد الطعمة ما بتفرق، بس بحب أعطي الشكل المرتب لقلو. شو الخلطة اللي حاطتها شيف؟ هون حاطت حليب. نعم. شوية بيضة وحدة، فانيليا، شوية سكر. في اللي بحب يقدر يحط برش حامض شوية صغيرة، في ناس ما بتحب ما في مشكل مشان ما يزنخ البيض. ومجرد ما أنا إذا حطيت فانيل فانيل على البيض، هاللي بدي أقول لك إياه، ما بقى في زنخة للبيض أكيد، بس أهم شيء قبل ما أخفق البيض حط الفانيل مشان ما يزنخ. نعم. كمان عم نشوف مقادير بامبر دو على الشاشة. هلا بحط البريوش بهذه الطريقة، بدي إياها تشرب الخلطة اللي أنا عملها. وهون حطيت زبدة، حطيت قبل ما طلعت على الهواء زبدة مشان ما تشوفوا الكمية اللي حطيتها عشان ما تنقذوا. حطيت زبدة، بدها زبدة منا كتير صح، مش منا كتير صحية، فيها كتير كالوري هيدا الأكل. بس كتير طيبة عن جد، من الدسار لأطيب دسار يمكن أنا دايقه بحياتي. منقلبها شوي. تتاخد بعضها وبقدر حطها، ما ضروري يكون الزبدة كتير حامية، بالعكس أحسن تكون منا كتير حامية. نعم. مشان ما تحترق دغري. هلا البامبر دو لما تخلص طيبة كتير مع بوزة، في ناس بيحبوها مع فانيل، في ناس مع لوز، حسب شو بتحبي البوزة معها. بتصير انت بتطهريها سخنه، اول ما تحط البوزه بتصير عم تدوب البوزه، عم تاخذي السخن مع. نعم. البوزه اللي كثير بتطلع طعمها طيب. بس قطع الخبز شايف عم بشوفها انه كبيره، يعني انت حطتها مش صغيره. اكيد مزبوط. يعني اذا بدنا نشوفها نجيبها مقطعه وخالصه بتكون رفيعه دائما. عم تحكي عن التوست. ايه. هيدا بريوش بخصه. نعم. بالتوست يعني غير القالب بيجي كبير. بالتوست ما بتزبط. بالتوست بكره حنعمل طريقه ثانيه بالتوست تقريبا قريبه لقلها. نعم. بالشوكولا كمان كثير طيبه بتزبط، بس بطلت مش مثل البامبر دو. هيك ننطر لتصير رح تخلص. بهالوقت كمان انا رح اسكب طريقتين مثل ما رح يشوفوا بعد شوي المشاهدين. فينا نقدمها مع بوزة بندق
وشوية سكر بودرة على وجهها ومنزينها بفريز، وفينا نقدمها مع التفاح كراميليزي. مجرد ما نقول كراميليزي يعني زبدة وسكر. بنحط شوية زبدة على النار، هون في حطها على الهواء لأنه راح كتر كتير زبدة مو بيفضحونا. بنحط فوقها التفاح المقطع. نعم. فينا نستبدل مثلا الزبدة بزيت؟ لا ما فينا. طعمة الزبدة وهيدي الكراميليزي اللي بتاخديها من الزبدة ما بتاخديها بالزيت أكيد لا. الزبدة طيبة هيك مع السكر لتعطي الطعمة وتعطي اللون. يعني مثل ما بنعرف الزبدة بتعطي الحريق إذا بدك، إذا اللون الكراميليزي مع السكر بتصير لون حلو والطعم اللي كتير طيب. نعم. هو مثل ما شفنا بلشت تستوي، فينا دغري نرش السكر. نعم. في حط سكر عادي، في حط سكر شوية سكر بودرة ما بيأثر. حنطر لتذوب الزبدة أفضل. استعمل ملعقة خشب. على طول أهم شيء أكيد للتفال. إذا اضطرينا نستعمل ملعقة مش خشب ما نضربها بكعب التفال. هون مثل ما شفنا. قد ايه كمية السكر اللي أضفتها؟ السكر هون بده ملعقة مش أكثر. نعم. ملعقة سكر وبنقلبهم كلهم سوا تياخذوا اللون. هون بلشت تاخذ الطعمة اللي بدي إياها. أكيد بعبدها شوية وقت. صار فيي حط الجبنة فوق السمك. بنحركها كلها سوا مثل ما قلنا. اخر شيء المعكرونه بندوق الملح والبهار قبل ما نسقط المعكرونه منشان تكون الصلصه تبعها الطعمه تبعها كلها جاهزه تنقدر ناخذ الطعمه الطيبه. هون هيدي بعد بدها. فينا نشوف كيف بلشت تاخذ لون. هون اكيد من قلبها كمان وصلت للحراره بما انه الزبده فاتت على قلبها. نحن حاطين شويه سكر بقلب الخلطه كمان. حنرجع نحط على الوجه اخر شيء اللي بنسكب شويه كراميل. الكراميل هي سكر. نحرق السكر مزبوط وبنرجع بنحط له شويه كريمه طازجه على البارد وبنخفقهم كلهم سوا ليعطوا له لون. الكراميل كمان كثير طيبه معه وكثير اكيد فيها كالوري. برجع بقول بس اكيد عن جد كثير طيبه. يعني فيها الست البيت اللي بتحب تحافظ على جسمها فيها تتغدى سلاد مع هيدي بيمشي الحال مشان ما تخبص بالاكل اذا بدها. هون التفاح بلش ياخذ بعضه. نعم. نحط له شويه سكر. بيبقى معنا بس اخر فقره تنسكب فيها الصحون، طريقه التقديم تبع بان بيردو والباستا مع السمك. أكيد. نرجع لكم لنكمل باقي فقراتنا. اكيد. شكرا كثير شيف، واحنا بانتظار كمان النتيجه النهائيه لطبقك لليوم. وفاصل جديد نكون بعده مع الفقره السياسيه وضيف مع الخبر. ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا والى ابرز المستجدات السياسيه والزميله فرح فواز وموجز اخباري يليه ضيف مع الخبر. شكرا لك راويه، اهلا بكم من جديد وهذا موجز لاهم الاخبار. مقتل عسكريين مصريين واصابه خمسه في انفجار استهدف مدير امن محافظه الاسكندريه قبل ايام من التصويت للانتخابات الرئاسيه، والداخليه المصريه تصف العمليه بانها محاوله اغتيال.
مقاتلو المعارضة السورية وعائلاتهم يبدأون بالانسحاب من عدة بلدات في الغوطة الشرقية ليتسلمها النظام، بحيث لم يتبقى سوى مدينة دوما المحاصرة كآخر معقل لهم هناك. مصدر عسكري تركي يقول إن الجيش وحلفائه من المعارضة السورية فرضوا سيطرتهم على منطقة عفرين الواقعة في شمال غرب سوريا بالكامل، في الوقت الذي عمد فيه عمال الإغاثة إلى توزيع الطعام على سكان المنطقة. حركة خمس نجوم الإيطالية تتعاون مع الأحزاب المحافظة لانتخاب رئيسين لمجلسي البرلمان، لكن لم يظهر حتى الآن ما يشير إلى أنهم قد يمددون هذا الاتفاق لتشكيل حكومة. مئات آلاف الشبان الأمريكيين وأنصارهم يستجيبون لنداء الناجين من مذبحة بمدرسة ثانوية في فلوريدا، ويقومون بمسيرات تاريخية في مختلف أرجاء الولايات المتحدة للمطالبة بتشديد قوانين حيازة السلاح. صقر جديد من صقور المحافظين وصل البيت الأبيض لتكتمل معه ملامح الإدارة الحربية الأمريكية، هكذا وصف المتابعون التغييرات في الإدارة الأمريكية مع تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكي، خطوة جاءت بعد إقالة ترامب وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون وتعيين مايك بومبيو خلفا له. ملفات كثيرة واستحقاقات متعددة تنتظر واشنطن، من الاتفاق النووي والعلاقة مع كوريا الشمالية، القضية الفلسطينية وغيرها من ملفات الشرق الأوسط. ما الذي سيحمله بولتون للمنطقة؟ وكيف ستكون السياسة الأمريكية خارجيا وداخليا؟ لمناقشة هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الأكاديمي والباحث السياسي مكرم ربح. يعني كما ذكرنا في المقدمة، هناك العديد من الملفات والعديد من الاستحقاقات تنتظر الولايات المتحدة، الاتفاق النووي، العلاقة مع كوريا الشمالية وغيرها، وإقالة ماكماستر وتعيين بولتون جاءت بعد أيام من إقالة ريكس تيلرسون وتعيين مايك بومبيو على رأس الخارجية. وهناك أيضا داخليا تتصاعد الضغوط على إدارة ترامب مع استمرار التحقيقات باحتمال التدخل الروسي لصالح الانتخابات الأخيرة. هل يتجه ترامب إلى سياسة خارجية أكثر عدائية اليوم بهذه التغييرات؟ هي فعليا الناس تركز على بولتون كونه هو ما يسمى السوبر هوك أو الصقور المتطرفون جدا، لدرجة نريد أن نذكر بأن بولتون عندما تم تعيينه سفير لبوش في الأمم المتحدة لم ينل ثقة الكونغرس في حينه، وكان الكونغرس مسيطر عليه الجمهوريين، فهو حتى يعتبر متطرف في معيار الجمهوريين فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. ولكن في نفس الوقت علينا أن نركز على تعيين مايك بومبيو، فأن مايك بومبيو هو فعليا من سيقود السياسة الخارجية، في حين كان ريكس تيلرسون واضحا لا يدور فعليا في فلك الرئيس ترامب فيما يتعلق بالعدائية نحو أعداء ترامب في السياسة الخارجية. ومن هنا أعتقد بأن تكامل بومبيو وبولتون هو المشكلة، وليس فقط بولتون بمفرده. يعني هل برأيك اكتمل عقد الصقور في البيت الأبيض؟ يعني كلا. ممكن اليوم أن نتحدث عن إدارة حربية في البيت الأبيض مع هذه التعيينات كلا. كلها؟ بحسب المحللين وحسب التقارير التي تنتشر في الآونة الأخيرة، إن بولتون وحتى بومبيو بحاجة إلى 4 أو 5 أشهر لتغيير الموظفين، وبالتحديد الموظفين الذي بقوا من إدارة بوش، وهذا هو المشكل الأساسي الذي يواجهه ترامب في العديد من إدارات الدولة، بأن تعيينات أوباما فيما يتعلق بالخارجية أو حتى في البيت الأبيض هم يسربون معلومات إلى الصحافة عن سوء أداء ترامب أو معلومات تضر بترامب. ومن هنا أعتقد بأن ماكماستر دفع حق هذه التسريبات بفقدانه وظيفته. ولكن المشكلة الأساسية بولتون لن يستطيع أن يعين كل هؤلاء الموظفين في خلال شهر، كون جميع الأشخاص الذين يعملون بجانب الرئيس بحاجة لتدقيق أمني قد يحتاج إلى شهور. ومن هنا علينا أن ننتظر إلى الصيف أو حتى إلى بداية الخريف القادم لنرى إدارة جديدة بالمعنى الذي ذكرتيه. ولكن يعني معروف بولتون اليوم بتأييده للتدخلات العسكرية وتأييده للحروب الاستباقية والوقائية، وهو دعا أصلا إلى ضربة عسكرية وقائية ضد كوريا الشمالية، ودعا إلى تغيير النظام في إيران. ما الذي يمكن أن يغيره اليوم بولتون في السياسة الأمريكية؟ فعليا هو يضع نوع من الخط الجديد، خط أحمر جديد. لا أعتقد أن تحت إدارة تحت
تحت ولاية بولتون أو حتى في إدارة ترامب سيسمح لنقول باستعمال الكيماوي أو استعمال الغاز في سوريا مثلا. حتى لو كانت هذه الضربات هي ضربات استباقية تقوم بها البارجات الأمريكية في عرض البحر، لا تزال تدخل عسكري مباشر، في حين نحن نعرف بأن أوباما كان يرفض هذا النوع من التدخل. ونحن نرى الآن بولتون هو الشخص الذي سيمحي إرث أوباما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية وبالتحديد الاتفاق النووي. هذا الاتفاق النووي بحسب بولتون، ومن هنا عداء بولتون لأوروبا، يعتقد بأن هذه القارة القديمة قد سمحت لإيران بعقد هذه الاتفاقية التي تضر بالمصالح القومية الأمريكية، ومن هنا سيقوم بمحو أو إعادة برمجة الاتفاقية أو النظام العالمي لتصبح أمريكا هي التي تحمل راية الأمن العالمي. وهو الآن أنا أنظر إلى بولتون كونه هو عصا الإدارة الأمريكية، في حين كان أوباما يلجأ إلى الجزرة وليس العصا. هنا نرى أن ترامب قد رمى الجزرة وقد أدخل العصا في السياسة الخارجية، ومن هنا على العصا، يعني تقصد العصا لضرب في هذه الملفات، يعني للضرب أو حتى التهديد بالضرب. وجود بولتون إلى جانب ترامب هو تهديد بحد ذاته إلى إيران وإلى كوريا الشمالية وإلى حتى روسيا، الذي يعتبرها بولتون هي خطر على الأمن القومي الأمريكي، في حين ترامب يعتبر بوتين هو صديق، وقد هنأه بالانتخابات الديمقراطية التي جرت في روسيا عكس طلب ماكماستر. ماكماستر طلب بصراحة من رئيس جمهوريته عدم الاتصال ببوتين وعدم تهنئته بالانتخابات، وقد قام ترامب بالعكس. ومن هنا أعتقد بأن ماكماستر سيغادر، ونحن نرى الآن ننظر إلى إعادة هيكلية في الإدارة الأمريكية، حتى نعتقد بأن جيم ماتس وزير الدفاع الأمريكي ليس له مكان في إدارة ترامب تحت هؤلاء الصقور. يعني اليوم المتوقع أيضا أن يصدر إقالة ماتس من هذه حتى الإدارة. الآن ليس هناك من إشاعات، في حين أن تعيين بومبيو نحن ننتظر هذا التعيين منذ 9 أشهر، واسم بومبيو مطروح، وريكس تيلرسون هو يعرف تماما بأنه ذاهب إلى المنزل في أي وقت، في حين أن جيم ماتس هو بوضع أفضل كونه يشاطر الرئيس ترامب العديد من النقاط، ولكن فيما يتعلق بالموضوع النووي هو يدعو إلى الإبقاء على الاتفاق النووي كونه لا يريد اللجوء إلى العمل العسكري. كون جيم ماتس هو جنرال ويعرف ما هي الحرب وما تعنيه، حين لا يريدون بعض الأشخاص الذهاب إلى الحرب، ونحن ننظر إلى انتخابات فرعية أو نصفية كما يطلق عليها في 6 نوفمبر القادم، ولا أعتقد أن ترامب سيقوم بشن حرب بمعنى حرب كاملة، بل سيقوم ببعض الضربات كما يتم الترويج له في موضوع سوريا. هناك استحقاقين مهمين، سأعود إلى موضوع سوريا، ولكن في أيار مايو المقبل هناك استحقاقين، هناك القمة الأمريكية الكورية الشمالية، وهناك موضوع الاتفاق النووي، استحقاق بحث الاتفاق النووي في البيت الأبيض. ما هو مصير هذين الاستحقاقين اليوم مع هذه التغييرات؟ أعتقد بأن فيما يتعلق بالموضوع النووي سيستمر ترامب بعدم إعطاء الثقة أو عدم التجديد لهذه المعاهدة، وهو ينتظر أن تقوم أوروبا بنوع من التعديل، بعض التعديلات التي وجهها أو أعتقد بأنها ناقصة في هذا الاتفاق، للجوء إلى الانتقال إلى اتفاقية نووية أكثر حزما. فإن هذا الاتفاق النووي لم يغير من سياسة إيران في المنطقة وسياستها التوسعية، وبحسب العديد من إدارة ترامب لا مجال لإرساء الاستقرار في الشرق الأوسط بوجود تلك السياسة التوسعية الإيرانية، وإيران تستعمل الاتفاق النووي لتمرير هذه السياسة التوسعية، وبالتحديد دور الحشد الشعبي ودور حزب الله في المنطقة. ونحن نعرف بأن إدارة ترامب هي جادة بموضوع محاسبة حزب الله ومحاسبة لبنان ماليا، وضع عقوبات على المصارف اللبنانية في حال استمر حزب الله باستعمالها كغطاء لتمرير أمواله. وبولتون له تاريخ طويل أصلا يعني في لبنان ومع حزب الله وفي مواقفه المتشددة، فبالتالي كيف سينعكس ذلك على الشرق الأوسط؟ يعني هل قد يتدخل في العراق، في سوريا، في العراق لمنع الحشد الشعبي، خاصة نحن مقبلون على الانتخابات في العراق؟ في سوريا هل سنشهد المزيد من الضربات الأمريكية في سوريا؟ كيف سيكون المشهد؟ أعتقد فيما يتعلق بسوريا بشكل واضح فإن التسريبات التي
تعرض إلى 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 العلن بأن سيتم استهداف النظام والعناصر الإيرانية الموجودة في سوريا عبر ضربات محددة تشنها البحرية الأمريكية من البحر. وهذه الضربات هي ليست جديدة فيما يتعلق بسوريا، ولن تغير الكثير، ولكنها ستبعث برسالة واضحة بأنهم موجود بأن بولتون وأن ترامب موجودون، وأنهم سيقومون بالتصعيد في حال عدم امتثال إيران ونظام الأسد إلى بعض الخطوط الحمر فيما يتعلق بجنوب سوريا. ولكن بالمجمل نحن ننظر الآن إلى حركة معينة داخل واشنطن، هي عودة المحافظين الجدد. هناك حديث بعودة بانضمام إليوت إبرامز إلى بومبيو، ونحن نعرف إليوت إبرامز هو من الموظفين الذي اشتغلوا إلى مع بوش فيما يتعلق بالشرق الأوسط، وهم نحو إعادة هيكلية السياسة عبر فرض عقوبات أكثر حزما على إيران. فأنا يعتقدون بأن أزمة الخليج وكل الأزمات التي تحصل في المنطقة هي من وراء التدخل الإيراني في شؤون تلك البلدان، وبالتحديد لبنان وسوريا وكل المنطقة. فإن هذا التغيير فيما يتعلق بسياسة إيران ليس عبر ضربات استباقية فحسب، بل إعادة تفعيل العقوبات وجعل إيران تحس بأنها تحت المقصلة الأمريكية. هذا هو ما نتوقع. ولكن عودة يعني المحافظين الجدد على عهد بوش، جورج بوش الابن، شهدنا غزو العراق. اليوم مع عودة هؤلاء المحافظين الجدد، ماذا ممكن أن نشهد على الساحة الإقليمية؟ لن نتجه إلى غزو جديد، فإن الجيش الأمريكي قد انسحب تدريجيا، هو موجود في سوريا على سبيل المثال، هو موجود في المنطقة، ولكن لن نرى غزو بري، ما يطلق عليه boots on the ground. هذا شيء يحتاج إلى إدارة متكاملة، ونحن نرى بأن ترامب هل الولايات المتحدة اليوم ليست مستعدة لمثل هذا؟ كلا، بالرغم من أن العامة كانوا يهزؤون من بوش بأنه بسيط وهو سخيف، ولكن كان لديه العديد من السياسيين المحنكين والمحافظين الجدد الذين هم يؤمنون بالهندسة الاجتماعية، بتغيير الأنظمة وقلب الأنظمة. أن ترامب هو شخص شعبوي آتي من رياليتي تي في، ويعتقد بأن كل شيء يصرحه لا ليس بحاجة إلى متابعته، فهو يريد أن كما يعرف الكثيرين أن يظهر إلى العامة بشكل جيد، ولكن لا يهتم بتغيير السياسات. وكما نرى هو بحاجة إلى زيادة استثمارات أمريكا في المنطقة، وهذا الشيء يحصل، فهو لن يلجأ إلى الهندسة الاجتماعية كونه شخص لا يهتم بهذا الموضوع، وهو مقاول ورجل أعمال، في حين أن بوش ونائب الرئيس وكل الموجودين هم أشخاص سياسيين جديين. اليوم الموضوع أخطر يعني. نعم، لأنه فيها نوع من المخاطرة، كون ترامب هو أرعن ولا يستمع إلى مستشاريه، في حين بوش كان يستمع إلى مستشاريه، وحين كان يخطئ المستشار كان يغيره. إن ترامب الآن قام بتغيير 3 من مستشارين الأمن القومي، وهذا شيء ولم يتجاوز بعد السنتين، نعم، يعني 15 شهرا. هذا شيء يجب التركيز عليه. ومن هنا لا أعتقد بولتون يستطيع تغيير الكثير، كون ترامب هو في هذا الموقع، قد انضم إليه بولتون ولكن ترامب هو من نفس الموقع. الشيء الوحيد الذي لا يتطابق فيه كل من بومبيو وبولتون مع ترامب هو موضوع موقفه من بوتين. هذا السؤال الذي أريد أن أطرحه الآن، يعني هل سيتجه ترامب إلى سياسة التصعيد الخارجي مقابل غض النظر عن التطورات الداخلية أو الضغوطات الداخلية فيما يتعلق بالملف الروسي؟ نعم، وبالتحديد هناك العديد، هناك أخبار بأن 2 من الوزراء سيتم إقالتهم بأسباب مالية وأسباب إدارية، وهنا كان سيلجأ جون كيلي كبير الموظفين إلى إعادة هيكلية حكومة ترامب، ولكن تم ما يقول الالتفاف عليه عبر تعيين بولتون. فإن جون كيلي كان يريد القضاء على ماكماستر وقد نجح، ولكن لا يريد بولتون. نحن سنرى الآن، هي تشبه لعبة العروش، هي تشبه نوع من 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 فيلم يقوم به قتل معنوي وليس قتل جسدي، ومن هنا التحدي الكبير.
أن بواشنطن لا يوجد هناك من أي أشخاص طامحين إلى البقاء في الحياة السياسية الأمريكية يريدون الاستثمار في إدارة ترامب، كون هذه الإدارة ستقضي على مستقبلهم المهني. ومن هنا لا يستطيع كل من ترامب أو حتى بولتون عبر جذب هؤلاء الأسماء الكبيرة التي تبعث بالثقة بالسياسة الخارجية الأمريكية عبر تعيينهم. ونحن نريد أن نذكر بأن ترامب قد فشل بتعيين سفراء في العديد من البلدان العربية ومنها لبنان. نحن عادة مع كل انتهاء ولاية يتم تعيين سفراء جدد، وهذا شيء لم يستطيع تيلرسون تحقيقه، ولا أعتقد سيستطيع مايك بومبيو تحقيقه بالسهولة التي يعتقدون. يعني بانتظار المزيد من سلسلة المفاجآت الأمريكية. أكيد. الأكاديمي والباحث السياسي مكرم رباح، شكرا جزيلا لك وكل هذه المعلومات التي أفدتنا بها. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام الفقرة السياسية لهذا اليوم، نشكركم على طيب المتابعة. الآن عودة للزملاء لمتابعة باقي فقرات صباح النور. شكرا لك فرح. شكرا جزيلا لك فرح ولضيفك الكريم. مشاهدينا، سننتقل الآن لنتعرف إلى موضوع جديد، ألا وهو المكتبات حول العالم، مع زميل محمد غملوش وفقرة حول العالم. صباح النور. صباح النور. كيفنا اليوم؟ يعني المكتبات هي المكان اللي بعتقد أنك أنت بتمضي فيه كثير من وقتك. أحلى مكان بالعالم للقراءة. لك أنا كثير بحب المكتبة، بس خايفان يجي يوم حبه قد ما حب الجاحظ. بتعرف قصته جاحظ وقعت عليه مكتبته ومات. ف يعني مش لهالدرجة. لا المكتبة يعني لا بس المكتبة عشان هيك كل هالأجيال اللي اجت من بعد وبعدها بتعرفه للجاحظ. أكيد صح، خلت ذكرى فيها المكتبة. بعد فيها شر، مش عم فول عليه، مش عم بتشجعيه يعني، ما تشجعه. عم شجعك تقعد تحت المكتبة بالظبط. لا اليوم بدي بس نخلص السيجمنت، بدي أسألكم أي أكتر مكتبة حبيتوا فكرتها واللي بتحبوا تزوروها. يعني أكتر مكتبة نحن نذكرهم بتحبوا أن تروحوا وتخدوا تجربة فيها. صباح النور مشاهدينا. خير جليس في الأنام كتابه، هي المكان الذي يأخذ عقل الإنسان إلى صفاء من العلم والثقافة. عالم ملؤه الصفحات والكلمات وعاصمته المعرفة والاحتبار، إنها المكتبة. تتنوع المكتبات وتختلف من بلد لآخر، وبعضها الضخم وبعضها الآخر المختلف، وهذا موضوعنا اليوم في فقرة حول العالم. المكتبة التي تمتد على الحدود الدولية، مكتبة هاسكل المفتوحة افتتحت عام 1905، تضم دار أوبرا ومجموعة كبيرة من الكتب والمراجع. لكن الغريب في هذه المكتبة أنها تجمع الأراضي الكندية بأراضي الولايات المتحدة الأمريكية. يقع المدخل من ديربي لاين في فيرمونت في كازويل أفنيو في الولايات المتحدة الأمريكية، والمدخل الآخر من ستانستيد في الكيبك في شارع الكنيسة بكندا. خط أسود يرسم الحدود بين البلدين، يتقاطع قطريا عبر أرضية غرفة القراءة التي تحتوي على مزيج من الكتب الفرنسية والإنجليزية. على فكرة مضحك بهالمكتبة أنه كتير بيحاولوا يهربوا من الحدود بحجة القراءة، فيتسجل سنويا أكثر من 100 حالة لأنه يلقطوا ناس عم بيحاولوا يهربوا ممنوعات أو عم بيحاولوا يقطعوا من حدود الأمريكا أو كندا. ده هذه الحدود سلمية وثقافية إلى أبعد مدى. عن جد بتخلينا نتذكر الحدود بين بعض الدول. صحيح. بدون ما نسمي اللي بتكون كلها حواجز شائكة ومكهربة وما إلى ذلك. صحيح. للأسف ممكن أن أكثر حرب ممكن تصير هناك إنه مناظرة بالكتب. بالكتب. المكتبة المتنقلة على حمار. يقوم لويس سوريانو وهو مدرس في مدرسة ابتدائية يدير برنامج ببليوبورو في وقت فراغه بتحميل الحمير ألفا وبيتو. يملأهما بالكتب ثم يسافر 4 ساعات في اتجاه واحد لزيارة القرى في المناطق الريفية في كولومبيا. وبحسب ما قالت CNN، بمجرد وصول سوريانو إلى القرى يبدأ بقراءة الكتب للأطفال والشباب، وبدأ عمله هذا في تسعينيات القرن الماضي، ويعد من الشخصيات الأكثر المحبوبة لدى القرويين في كولومبيا. هذه حلوة فكرته هالإنسان. جميلة جدا. يعني هون الأساس في هذا الموضوع هو الشغف. يعني مدرس في مدرسة ابتدائية أن يمضي رحلة 4 ساعات لربما يوميا أو أسبوعيا حتى ممتطيا حماره كي يذهب إلى قرية ليعلم الأولاد. يعني يذكرنا بعض الشيء في مرحلة تاريخية من مرحلة العالم العربي، يعني عندما كان أصحاب العقول والفكر كانوا يمضون رحلات طويلة للتعليم. صحيح. واستذكرت حالة ربما لابد من ذكرها وتوجيه تحية إلى هذا الاسم الجبار جابر بن حيان. يعني قبل جوتنبرغ، قبل أن تبتدع المطبعة، سجل باسم جابر بن حيان 1500 كتاب خطط باليد.
يعني اليوم إذا أي كاتب بزمن الإنترنت والمطبعة كتب 1500 كتاب سترفع له القبعة. طبعا. يعني على أمل أن نعود إلى هذا العصر يوما ما. دائما للكتاب، ما بعرف أنا دائما بفضل، لأنه هلأ نحن بزمن دائما الكتب بنقرة واحدة، أنت بتوصل لأي كتاب ولأي معلومة، ولكن دائما رائحة الكتاب وملمس الورق صحيح له صحيح. خاصة خاصية جميلة خاصة. يعني أول مظهر شفناه أو تأثير سلبي شفناه لتطور التكنولوجي هو استبعاد الصحف الورقية، وهذا الشيء حصل مع كذا صحيفة. إلى فوائد التكنولوجيا أكيد، يعني هي بتشكل مصدر إضافي للقراءة، بس مثل ما قالت راوية نحن يعني جيلنا بحب يعني يجد متعة بهيك رائحة الكتاب والورق، ولكن أنه مش غلط، المهم يكون في مصدر صحيح. إلى بلغاريا ومكتبة الشاطئ، لا شيء يزيد من متعة الشمس الدافئة على سواحل البحر الأسود أكثر من الكتاب. كان هذا شعار هيرمان كومبرناس عندما قرر افتتاح مكتبة على شاطئ ألبينا في بلغاريا. تضم المكتبة أكثر من 2500 كتاب بلغات مختلفة، وتعار الكتب منها مجانا لرواد الشاطئ شرط إعادتها بعد الانتهاء من المطالعة. سلاح التعليم الشامل، أخذ الفنان راؤول مصوف سيارة من طراز فالكون 1979 وحولها من رمز خوف في الأرجنتين إلى مكتبة متنقلة على شكل دبابة يجول المصوف فيها شوارع كل من بيونس آيرس والمدن الصغيرة التي لا تصل إليها المكتبات التقليدية. يقف بجانب المشاة وراكبي الدراجات في مكتبته التي لا يمكن تفويتها على شكل دبابة، ويقدم لهم واحدا من بين 900 كتاب تطفو على إطار السيارة. يعني هذا نابغة كمان. على فكرة هذه السيارة لها قصة في الأرجنتين. الفالكن كانت تستعمل خاصة في القرن الماضي كرمز للخوف، يعني حتى تقودها عصابات، وفي فترة الصراع العسكري داخل الأرجنتين كانت يعني بمثابة رعب للشعب الأرجنتيني، فسموها سلاح الدمار الشامل. فجاء لمسوف وقرر استغلال الفكرة وحولها من سلاح الدمار الشامل إلى سلاح التعليم الشامل. بالضبط، وهو يعني سلاح قوي جدا، فتاك أكتر، فتاك أكتر. لازم نلاقي فكرة هيك نعمل شيء بلبنان. على فكرة على سيرة هلأ كيف استعملنا تعبير أنه القراءة والثقافة هي سلاح بإيد يلي عنده إياها، يمكن من هون عم نتقشط هذا السلاح شوي بكتير من الأماكن، يعني عم يلهو الشعوب بأمور بعيدة عن الثقافة والقراءة، حتى ما يوعوا لأمور بديهية جدا صحيح. بتبعدهم عن الأمور يلي عم بيواجهونا لإلها صحيح. أصلا أحد عوامل، لتأكيدا على كلامك، أحد أهم عوامل التنمية البشرية والتنمية البشرية المستدامة ومدى التقدم، يعني لما بدنا نقيس تقدم أي بلد نطلع على التعليم في أداه هو متطور وأداه في قراءة وتقدم فكري فيه. علما أنه التعليم هو مختلف عن الثقافة، يعني التعليم طبعا ولكنه جزء لا يتجزأ صحيح. كثير منشوف أشخاص حاملين لشهادات كثير كثيرة وكثير متقدمة وعالية، بس ما بكون عندهم الثقافة أو الإطار الفكري المثقف. صحيح 100%. مكتبة المصفوفات المعروفة باسم فاسكونسيلوس بالمكسيك بمساحة 400,000 قدم مربعة، تلقب هذه المكتبة بالميجا لايبرري بحسب موقع ليستفيرس الإلكتروني. ابتكر ألبرتو كالاتش الذي صمم المبنى منذ أكثر من قرن من الزمن مساحة يبدو أنها استخرجت مباشرة من حلم مستوحى من ماتريكس، مع كتب على رفوف كريستالية يبدو أنها متعلقة في منتصف المكتبة، إكسسوارات فولاذية صناعية ضخمة وخمسة مستويات تشبه الشبكة مع أرضية زجاجية ملونة باللون الفيروزي. إلى مكتبة تشارم في مانشستر بالمملكة المتحدة، وهي أقدم مكتبة مرجعية عامة مجانية في المملكة المتحدة. المكتبة قيد الاستخدام المستمر منذ عام 1653، وهي تعمل كمؤسسة خيرية مستقلة مفتوحة للقراء والزوار مجانا. تضم المكتبة أكثر من 100,000 مجلد من الكتب المطبوعة، تم نشر 60,000 منها قبل عام 1851. كانت شارمز ملتقى لكارل ماركس وفريدريك إينولز عندما زار ماركس مانشستر في صيف عام 1845. وأنا هاي المكتبة عندي إلى إذا بدكم علاقة وشعور خاص لأني زرتها. حلو.
الشرفة التي كان يجلس عليها ماركس وزملائه من الكتاب والمفكرين ما زالت إلى اليوم بنفس الشكل الذي كانت عليه وقتها. وهذه المكتبة فيها ميزتين يعني كبرتين، أنه أول ميزة الكتب التي تعود إلى القرن الثامن عشر ما تزال معروضة، توضع بسلسلة وتربط بالمكتبة. وعندما سألت المسؤول عن المكتبة عن هذا الأمر قال لي جملة من أجمل ما سمعت، قال لأن المثقف هو من يأتي إلى الكتاب وليس العكس. صحيح، يعني عندهم هذه النظرة الرائعة. يعني وأمر آخر، الغرفة التي كانت تلقى فيها المحاضرات، لأن هذا المجمع الذي وقعت فيه المكتبة هو مجمع موسيقي، مدرسة موسيقية في مدينة مانشستر، لم تزل غرفة المحاضرات كما هي بالكراسي القديمة، يعني يتم الحفاظ عليها. الجميل بهذه المكتبة هو أنها مجانية. صحيح. وهذه نقطة جدا مهمة، لأنه في كثير من الأشخاص ربما بأنه الأمور المادية قد تمنع من القراءة. صحيح. وهون منشجع مثل ما بكثير بعالمنا العربي عم تنتشر المبادرات، مكتبات لبيع الكتب الجديدة والمستعملة واللي أحيانا أوقات تسترجع. صحيح. هذا شيء لتشجيع القراءة. صحيح، يعني فكرة المكتبة المجانية لابد من نشرها في طبعا. في العالم العربي هي موجودة وعم تفعل أكثر وأكثر، وهذا شيء مهم جدا. صحيح. لنستكمل، ومكتبة ويستبري صب حيث أنقذ السكان المحليون كشك هاتف بطريقة مبدعة عندما سمعوا أن شركة الاتصالات البريطانية على وشك إزالته، وبحسب موقع البي بي سي حولوها إلى مكتبة صغيرة مبهجة يديرها جميع المتطوعين. تفتح مكتبة الكشك هذه أبوابها على مدار 24 ساعة في اليوم، وحتى أنها توفر للحاضرين إضاءة تسمح لهم بتصفح الكتب في منتصف الليل. هناك حوالي 100 كتاب وأقراص دي في دي وأقراص مضغوطة تأتي جميعها من مجموعات خاصة بالسكان المحليين. إلى عالمنا العربي مسك الختام. والوجهة التالية مكتبة جامعة القرويين في مدينة فاس بالمغرب، هي الجامعة الأقدم في العالم والتي لا تزال تعمل حتى يومنا هذا. أعيد افتتاح مكتبة الجامعة عام 2016 لتصبح واحدة من أقدم المكتبات على وجه الأرض بحسب موسوعة جينيس الأرقام القياسية. تأسست المكتبة أو الخزانة عام 859 من قبل سيدة تدعى فاطمة الفهرية، وتضم مخطوطات قديمة تعود إلى 12 قرنا، ومثلت منذ البداية مرجعا للدارسين والباحثين في مختلف التخصصات من جميع أنحاء العالم، ولعل أشهر الأسماء ابن خلدون. يعني قد ايه حلوة أنه مرينا على العالم ونعرف بأن المكتبة الأقدم والتي تحوي هذا البحر العباب من الكتب في عالمنا العربي وفي المغرب تحديدا. يعني حتى بدي زيد على مكتبة أخرى أنا كنت متوقع تكون موجودة معك، هي مكتبة الإسكندرية اللي هي بنيت بالقرن الثالث قبل الميلاد وتعتبر من أهم وأقدم المكتبات. على فكرة في جزء تاني للحلقة أنت استبقتي، عملتي له تيزر. الأحد الجاي إن شاء الله حنكفي للمكتبة، وسنرجع أكثر في تاريخ المكتبات العربية. يعني مكتبة الإسكندرية، مكتبة بغداد بطبيعة الحال. على فكرة العالم العربي لم يكن سباقا فقط من الناحية الأكاديمية. يعني مثلا إذا ما قرأنا في التاريخ سنجد أن المستشفى الأولى التي وجدت في العالم كانت مستشفى في العراق، وجدها بمساعدة أبو بكر الرازي والبحث عن منطقة، وقصة البحث عن المنطقة الأجمل للمستشفى. يعني العالم العربي كان مهد ليس فقط الحضارات، بالفعل أن الحياة الأكاديمية كما نعرفها التاريخ يشهد بأننا أول من بدأ بها. نتمنى دائما بهذه الأمجاد، ولكن هيك منحب نشوف اليوم أيضا. صحيح، ما هذا يعني الإنسان يقول هذا بشيء من الأسى. صح. بس سؤال أخير لك قبل ما تغادرنا، شو بتحب تقرأ؟ شو أنواع الكتب اللي بتحب تقرأ؟ أنا كنت أكثر شيء متعلق بفكرة الروايات، ولكن انتقلت إلى كتب الفلسفة وعلم الاجتماع. أكثر ما عاشق نأجل تغذية الجانب الفلسفي بشخصيته. أنا بدي أسألكم المكتبة اللي حبيتوها أكثر شيء اليوم. أنا من الأشخاص اللي ما بقرأ بالمكتبات، يعني بقرأ بالبيت أو بحيالة محل هيك privately بشكل خاص، بس بحب زورهم كلهم أكيد إذا سنة راوية. حسيت بشي واحدة هيك أي، أنا حبيت مكتبة الشاطئ لأنه أنا دايما لما بكون على البحر بتستهويني أني أقرأ كتاب دايما. بس أنا هيدي تحديدا فكرت فيها أنه كيف بيقشعوا مرات بكون معي شيء بكون مزعج لما أوقات معينة. يمكن صح، أوقات معينة. يعني كلها أفكار جميلة ومتنوعة، والكتب أجمل شيء بالحياة. صحيح. شكرا زملائي. شكرا لك محمد على كل هذه المعلومات المفيدة. مشاهدينا فاصل، نواصل بعده فقرات صباح النور، ابقوا معنا.
وأهلا بكم من جديد مشاهدينا وإلى القسم الأخير من برنامج صباح النور. عندما طلبت الدكتورة رولا قواس من طالباتها 60 أن يكتبن قصصهن مع التعنيف لم تكن تعلم أنها وإن أعادت صياغة 25 قصة منها وجهزتها للنشر لن تتمكن من رؤية كتابها يرى النور. ولكن وفي إطار عملها في تنمية المجتمعات المحلية وبالتحديد من أجل تمكين المرأة، أطلقت بالأمس مؤسسة درابزين للتنمية البشرية الكتاب، وهو بعنوان قصص نساء عربيات، وذلك ضمن جلسة حوارية لمناقشته. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان المدير التنفيذي لمؤسسة درابزين للتنمية البشرية أنس الفعوري. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنس. بداية أخبرنا باختصار عن مؤلفة الكتاب الدكتورة الراحلة رولا قواس. صباح الخير وصباح النور لك ولكل متابعين ومشاهدين تلفزيون العربي. وأكيد بنحب نبلش بأنه أحكي عن فعالية إطلاق كتاب الدكتورة أستاذة رولا قواس، اللي هي فعالية كنا من خلالها بنطلق كتاب دكتورة، قامت بفتح مساحة لطلبتها بالجامعة الأردنية. هي كانت الأستاذة الدكتورة عم تعمل بالجامعة الأردنية، كانت عم بتدرس طلاب على مادة المرأة والجندر، وأكيد هي كانت عم تفتح مساحة جدا كبيرة لطلباتها ولطلبتها ليبدعوا وأكيد يبرزوا مواهبهم وإبداعاتهم في جميع المجالات. نعم، طيب عم نحكي عن قصص نساء عربيات، لماذا وقع الاختيار على هذا الكتاب بالذات؟ في الحقيقة كتاب قصص نساء عربيات هو حصيل التعاون ما بين مؤسسة هيفنس الهولندية والدكتورة رولا قواس من خلال ممثلة مكتب مؤسسة هيفوس في الأردن سمر جبران. تعاونت مع الدكتورة رولا قواس في البداية بأنه كانت الفكرة بأنه ليه ما يكون في محتوى عربي يتحدث عن قضايا نسائية وعن قضايا المرأة بالمجتمعات المحلية في الأردن تحديدا وفي الوطن العربي. وأكيد كان هذا الإشي عم بيجي من فكرة الدكتورة رولا بأنه خلت طالباتها يكتبوا قصصهم الخاصة في مجتمعاتهم المحلية، أو حتى يكتبوا قصص كانوا عم بيشاهدوها في المجتمع بتخص المرأة وبتخص قضايا المرأة. لكن في الفترة الأخيرة بعد كتابة المسودة سلمت الدكتورة رولا الكتاب لها مؤسسة هيفوس، لكن توفت الدكتورة، لكن مؤسسة هيفوس استمرت بطباعة هذا الكتاب وتعاونت مع مجموعة من الطلبة، هاني البرغوثي واللي هو استمر ب خليني احكي تنقيح هاي المسودة اللي كانت عم تشتغل عليها الدكتورة رولا. ولما صار التعاون ما بين مؤسسة هيفوس ومؤسسة درابزين عملنا على انه نطلق هذا الكتاب بحلة جميلة جدا تليق بالدكتورة رولا من خلال اطلاق الكتاب. وايضا على هامش اطلاق الكتاب كنا عم نتحدث عن دور التعليم كوسيلة لتمكين المرأة من اجل القيادة. نعم، يعني مثل ما عم تقول هذا الكتاب تطلقونه اليوم ضمن محور التعليم كوسيلة لتمكين المرأة، خاصة وأنه يحتوي على قصص من الواقع، قصص حقيقية، فكيف يمكن لمحتوى هذا الكتاب برأيك أن يقوم بهذا الدور المرجو منه؟ أشكرك، هذا سؤال جدا مهم، لأنه لما نتحدث عن مصادر معرفية باللغة العربية تتحدث عن الجندر أو تتحدث عن أدوار المرأة بالمجتمع المجتمعات العربية نجد شح بهاي المصادر المعرفية اللي ممكن يرجع لها الطلبة أو حتى يرجع لها الشباب العربي. فكان هذا الكتاب هو حصيلة أنه ما هي تجارب المرأة في المجتمع المحلي، إن كان على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي أيضا. على هامش إطلاق الكتاب إحنا كنا عم نتحدث من خلال جلسة حديث قهاوي اللي هي أحد الأدوات اللي نستخدمها مؤسسة درابزين للحوار وللخروج بمبادرات من الممكن أن تساهم في تطوير وتنمية المجتمعات المحلية. ناقشنا التعليم كوسيلة لتمكين المرأة من أجل القيادة، وخرج المشاركين بهذه الفعالية أو هذه الجلسة بمجموعة من التوصيات. كانت بدايتها أنه يجب النظر أو إعادة النظر بالصورة النمطية التي نراها في المناهج التعليمية في التربية والتعليم بما يخص أدوار
دور المرأة. زي ما بنعرف دائما المرأة هي دورها في التربية والتعليم أو في النصوص الموجودة للأسف أنها دورها فقط في المنزل فقط في التربية، لكن هي لها أدوار أخرى أيضا في 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 العديد من المجالات كالسياسة والاقتصاد وغيرها. نعم. أيضا بجوز واحدة من الأشياء اللي كنا عم نطلع عليها السياسات العامة داخل وزارة التربية والتعليم اللي هي بتخص مثلا لا يوجد أمين عام وزارة التربية والتعليم امرأة ولا وزير التربية والتعليم امرأة. هذا للأسف يجب أن نرى أو نعيد العمل عليه ونرى كيف ممكن أن نطور من المنظومة والسياسات الداخلية لوزارة التربية والتعليم أو حتى المنصات التعليمية. أيضا آخر توصية بجوز طلعت كمان مع الموجودين أنه الدكتور عمر رزاز وزير التربية والتعليم قبل فترة تحدث عن أنه يرغب بدمج أو تخصيص 20% من المنهج التعليمي بالمدارس لنشاطات لا منهجية. فكانت واحدة من التوصيات أنه لماذا لا ندمج دور المرأة في هذه النشاطات اللامنهجية ونتحدث أكثر عن دور المرأة في القيادة أكثر، يعني ممكن نجيب قدوات نخليهم يدخلوا داخل المدارس، نكون عم نحكي عن القياديات الموجودات في المجتمعات العربية أمام طلبتنا في المدارس واللي ممكن من خلالها نغير النظرة أو الصورة النمطية الموجودة ومن خلالها أيضا نصنع قيادات أخرى داخل مجتمعاتنا تكون قيادات نسائية. نعم سيد أنس، الكتاب بيتناول تجارب العديد من النساء العربيات على اختلاف يعني بلدانهم وأطيافهم، عفوا يمكن حتى الأطياف أكثر، وبيعكس حتى يعني المرأة بمعاناتها اللي بتحس فيها. إلى أي مدى برأيك المرأة العربية أصبحت قادرة على البوح بكل ما بيتعلق بالعنف اللي بتتعرض له؟ أعتقد أنه يعني لازلنا نعاني من إقصاء للآخر في بعض الأحيان، وهذا بيسبب انه المرأة احيانا لا تستطيع ان تتحدث عن العنف الممارس ضدها او الممارس ضد النوع الاجتماعي بالتحديد. لكن مساحة كمساحة اللي فتحتها الدكتورة رولا قواس وهي نموذج جيد للقياديات النسائيات في في العالم العربي، هي فتحت مساحة لطالباتها للتحدث عن وتوثيق هاي القصص والعنف الممارس ضد المرأة، وحتى كمان قصصهم القيادية اللي موجودة في نساء في القصص الموجودة. هم كانوا بوضع اقتصادي سيء لكن استطاعوا أن يكملوا دراستهم، كان في منهم ما بيقدر يكمل دراسته بسبب المجتمع لكن قدرت تكمل ووصلت دكتوراه. فمساحة كالمساحة التي فتحتها الدكتورة رولا هي مطلوبة اليوم من أجل فتح المجال لتقبل الآخر لتقبل المرأة وفتح مساحة للمرأة من أجل الحديث عن همومها وعن متطلباتها وعن رغباتها في المجتمع المحلي. إذا بدنا نضلنا حول هذه النقطة بالتحديد الهامة جدا بنظري، يعني جرأة المرأة اليوم وقدرتها على البوح والخروج إلى العلن بالعنف الذي تعرضت أو تتعرض له، قديش كان يلي شاركوا بكتابة أو يلي يحمل الكتاب تجربتهم الخاصة، قديش كان عندهم محاذير معينة أو طلبات معينة أو تعرضوا يمكن لضغط من أهلهم؟ ما بعرف في عندك معلومات شاركنا إياها بهذا الإطار. بالحقيقة هناك ضغوط بكل تأكيد لما نكون عم نحكي عن قصص تحمل أسماء أصحابها الحقيقيين. في من بعض الأشياء كانت أنه بعض الطلبة كتبوا قصص هم يعني كانت عم بتكون بأسماء وهمية أو أسماء متخيلة ليست قصصهم الشخصية، لكن معظم الكتاب كان عم بتحدث عن تجربة خاصة بالطلبة الموجودين. أنا بجوز من هون بدي كمان يعني بأستثمر بوجودي معاكم وأطلق نفس الطلب اللي كان عم بطلبه مجموعة الحضور اللي كانوا موجودين امبارح بحفل إطلاق الدكتورة كتاب الدكتورة رولا، إنه نعمل إحنا أطلقنا زوبعة إلكترونية حملة إلكترونية على الإنترنت على صفحتنا على فيسبوك دربزين هيومن ديفلوبمنت على هاشتاج عم بحكي عن هاشتاج التعليم من أجل كوسيلة لتمكين المرأة من أجل القيادة، واللي بنخاطب فيه وزير التربية والتعليم من أجل النظر أو إعادة النظر في المناهج في التربية والتعليم، وأيضا عم نطالب بأنه إذا في كان إمكانية أنه يمثل أحد القياديات في مؤسسة دربزين أو حتى في المجتمع بالأردن تكون عم بتزور وزارة التربية والتعليم وتقوم بمهام وزير التربية والتعليم جنبا إلى جنب مع
وزير التربية والتعليم عمر الرزاز كطريقة أو كأسلوب لتشجيع الباقي ويعتبر قدوة للآخرين لتمكين المرأة من أجل القيادة. نعم، أنا بدي أرجع هيك لمؤسسة درابزين، يعني عم تحكي لنا عنها، عندي سؤال هيك، ليه اخترتوا هالاسم؟ درابزين اعتقد انه التنميه، يعني هو احنا بالعاده لما نسال هذا السؤال بنرجع بنجيبه نفس السؤال، ليه ايش تخيلت لما تسمع درابزين؟ فعلا هي درابزين لما نحكي التنميه احنا عم نطلع درجات نحو مستقبل افضل، نحو تنميه وتغيير جيد للمجتمعات ومستقبل افضل لمجتمعاتنا وحتى الاجيال القادمه. فالدرابزين احيانا لما نكون تعبانين احنا بنمسك فيه بنسند فيه وبيحمينا ايضا. فكانت فكرة درابزين هي عم تطلع من انه احنا بدنا نبني مجتمع كامل ممكن يكون عم بيكون مجتمع ساند ومجتمع داعم ومجتمع حماية للآخرين، يخلق تنمية مختلفة في مجتمعاتنا. جميل جدا. ما هي نشاطات درابزين المقبلة؟ أشكرك على هذا السؤال. المقبل عندنا رح نطلق عندنا مشروع اسمه أبشري، هو مختص بمواضيع لها دخل بتمكين المرأة من أجل القيادة، في معنا 21 سفيرة وسفير في سبع محافظات في الأردن. أطلقوا 21 مبادرة، رح نطلق فيديوهات إعلانية من عنهم اليوم، رح يتم إطلاقهم على صفحة درابزين للتصويت لمدة 14 يوم، رح يكون مدة التصويت عليهم أونلاين. بعدين رح تم جمع كل السفراء من سبع محافظات وعمل حفل، راح يكون في لجنة تحكيم راح تقيم المبادرات وراح نمنح ثلاث مبادرات مبالغ مالية ليتم أو منح ليتم تنفيذ هذه المبادرات على أرض الواقع. وهذا المشروع استمر من نهاية 2017 وراح يستمر لنهاية يعني لتقريبا شهر 7 هاي السنة. عندنا أيضا برنامج اسمه خيميائي ويهتم بتسهيل أو تبسيط العلوم من خلال فيديوهات عن طريق قناتنا على يوتيوب. وعندنا برنامج حديث قهاوي واللي هو وسيلة للحوار ولخلق مبادرات في المجتمعات المحلية. نعم. وعندنا أكاديمية اسمها أكاديمية المناظرة، أنا عم بحاول يعني أجمل كل المواضيع الموجودة ما شاء الله. نعم. يعني كل التوفيق لكم، وعن جد يعني كثير انبسطنا بهالفقرة اللي كانت كثير مميزة. شكرا. بدي أشكرك المدير التنفيذي لمؤسسة درابزين للتنمية البشرية أنس الفعوري، وكل التوفيق لك. شكرا لكم. هلا انا وانت وعد بدنا نروح لموضوع ثاني، عم نحكي عن اليمن اليوم، هو معرض اراد المتحدث الرسمي الاقليمي في اللجنه الدوليه للصليب الاحمر رالف الحاج من خلال عدسته انه يوثق في معاناه الشعب اليمني عبر صور حيه التقطها اثناء مهمته الاخيره في اليمن خلال تفشي وباء الكوليرا. خلينا نشاهد التقرير سويا. اليوم افتتاح معرض الفوتوغرافي لصور اخذتها من اليمن بدار المصور. طبعا هدول كل الصور سنه 2017 بشهر مايو، اول اندلاع وباء الكوليرا او اول حالات كانت عم تبين باليمن عن وباء الكوليرا، وثاقبت انا هناك بمهمه مع اللجنه الدوليه للصليب الاحمر وانطلقت على المستشفيات يعني وفق هذه الحاله اللي كانت كثير صعبه على الطواقم الطبيه الموجوده كانت بصنعاء وبغير مناطق من اليمن. وعندنا كمان صور من حالات تانية متضررين من النزاع المسلح القائم اليوم باليمن، مثل الأطفال اللي تضرروا بجراء يعني القصف اللي صار حد بيوتهم، ومثل ما شايفين هون للأسف إبراهيم فقد ساقه يعني كلها، هون منشوفه بمركز الأطراف الاصطناعية عم يتلقى العلاج وعم يتلقى طرف اصطناعي تيقدر يرجع يعيش ويقدر يمشي ويقدر يكفي حياته، ولكن للأسف في الألاف والألاف مثل قصة إبراهيم كل يوم عم يفقدوا أطرافهم ولح يكفوا حياتهم هيك. قررت نعمل أربع صور عن جميلة لأنه كانت بنت قعدت معها تقريبا شي ساعة، تعرفت عليها أول نهار طلعت تصوي فيه باليمن، ومثل ما بتفرجي الصور كانت حالتها كتير متطورة لدرجة أنه ما كانوا عم يقدروا يساعدوها بأي شيء. للأسف جميلة بعد نهارين زرت نفس المستشفى وقالوا لي إنه كانت يعني حالتها كتير صعبة مثل ما منشوف بآخر صورة، وتوفت بنفس النهار لما أخذنا هذه الصورة الله يرحمها.
للأسف في غيرها كتير اليوم باليمن كمان عم بيعانوا نفس المشكلة، عدم توفر الدواء اللازم وعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة عم تؤدي لموت أكثر من 20 شخص بالنهار من أمراض ممكن تفاديها أو ممكن معالجتها. أنا بعدني واصلة من اليمن، ولصراحة لحدا كان باليمن كتير الصور دي يعني بيعكسوا الواقع باليمن. رالف كان باليمن وقتها ما بلشت وباء الكوليرا، رالف كمان خبر قصص ناس عاديين مثل الصيادين وخبر قصص جرحى حرب. فاللي راح على اليمن وبيعرف اليمن المعرض كتير صوره قوية، وكمان بتبين على قديه هالبلد بحاجة إلى شتى أنواع المساعدة. الصور هي مثل طريقة لنشوف فيها شو عم بصير هونيك، يعني نحن نسمع أخبار المعاناة الحرب الأذية للبشر عم بتصير هونيك، هيك بتشوفيها بالصور، أنت تصيري تربطي اللي سمعتيه على الأرض بطريقة الصور. يعني تحية أولا لكل المصورين يلي عم بتكون عدستهم هيك عكس لواقع ولو أليم جدا للأسف مغيب بكتير من وسائل الإعلام. صحيح. يعني أطفال اليمن قدي عم تسحقهم الحروب والأوبئة والأمراض وحتى احيانا التقاليد اللي عم تخنقهم، لانه انا بعرف كثير من الاشخاص من اليمن اللي هن كثير عندهم حب التعلم وكثير عندهم حب الاطلاع، ولكن دائما الحروب والتقاليد عم تحصرهم وتحد من امكانياتهم. يعني ان شاء الله الله يشفي كل مريض ان كان باليمن وبرا اليمن، ويعني للاسف ما في عنا كلمات عن جد تعبر الا انه عن جد نكون نحن ننقل هالصوت تبعهم، وكل مصور مثل ما قالت وعد ينزل ويصور اذا كان موجود هناك لتنتقل هالصوره لكل العالم، لحتى اي حدا كان عنده مبادره يقدر انه يساعد طبعا. يعني ما يوفرها اكيد. واليوم عم نشوف يعني معرض صور، مع الإشارة إلى أنه هذا المعرض مستمر لغاية 7 نيسان أبريل في دار المصور في بيروت، ولكن ككل حرب بعد عشرات السنين رح يرجع ينتج عنا أعمال فنية، سواء تصوير، أعمال فوتوغرافية أو سينمائية أو أدبية تحكي عن هذه المعاناة. صحيح. لم تموت هذه المعاناة أكيد. صحيح. إلى خبر جديد وليس بعيدا عن الأوبئة للأسف، عن أسباب السرطان. فقد أفادت دراسة واسعة النطاق في بريطانيا بأن حالات الإصابة بالسرطان الناجمة عن البدانة أو زيادة الوزن تزيد، بينما تتراجع حالات الإصابة التي يتسبب فيها التدخين. وخلصت الدراسة التي أجراها مركز بحوث السرطان بالمملكة المتحدة إلى أن ثلث حالات الإصابة بالسرطان، أي نحو 135 ألف حالة، كان يمكن تجنبها. وتوصلت الدراسة إلى أن زيادة الوزن حاليا أصبحت مسؤولة عن 6.3% من إجمالي حالات الإصابة بالسرطان، ارتفاعا من 5.5% في عام 2011. صحيح وعد، وبالرغم من أن التدخين ما زال من أكثر العوامل المسببة للسرطان والتي يمكن تجنبها، إلا أن نسبة حالات الإصابة التي تسبب فيها تراجعت من 19.4% عام 2011 إلى 15.1% حاليا بحسب الدراسة. وجاءت البدانة في المركز الثاني بين أكثر العوامل المسببة للسرطان في بريطانيا، يليها التعرض للأشعة الفوق البنفسجية المنبعثة من الشمس وأجهزة تسمير البشرة. وقد قال القائمون على الدراسة إن البيانات تؤكد نجاح استراتيجيات الحد من التدخين التي تتبعها السلطات، وأن هناك حاجة ملحة للتعامل مع مشكلة السمنة المتنامية. صحيح راوية، ومن العوامل المسببة أيضا والتي يمكن تجنبها التعرض لمواد كيماوية أو إشعاع بسبب المهنة، وهذا بنسبة 3.8%. أيضا تطور أمراض معدية وذلك أيضا بنسبة 3.6%. الكحوليات بنسبة 3.3%. تناول كمية غير كافية من الألياف بنسبة 3.3% أيضا، والتعرض للإشعاع 1.9%. اللحوم المعالجة 1.5%. تلوث الهواء 1%. النشاط البدني غير الكافي 0.5%.
طبعا يعني نسب واسباب تتعدد، ولكن السرطان ينتشر جدا بعالمنا العربي وايضا بالعالم ايضا. يعني بتقلب مفاهيم صحيح، يعني التدخين عم يتراجع اسبابه والسمنه اليوم عم بتؤدي الى السرطان، مع انه خاصه بهيك العقل التقليدي العربي انه بنشجع على الاكل وانه الصحه بين مزدوجين هي بتامن مناعه للجسم، فهذا الشيء يثبت علميا اليوم انه غير صحيح وغير دقيق. هلا انا قرات من يعني دراسه يمكن حتى حكينا عنها هون ببرنامج صباح النور عن انه الاكل والنظام الغذائي للانسان هو اكبر مسبب للامراض يعني اذا ما كان بطريقه صحيه، وكنا عم نحكي كمان عن انه السرطان هو اكبر المسببات له هي تناول الاغذيه بطريقه غير صحيه، كمان المواد الحافظه اسلوب الحياه اللي مش صحي ايضا اضافه لهيك، والاهم منه كنا عم نحكي عن السكريات يعني، وحتى كنا مستضيفين يعني أخصائية تغذية وقاعدة عم تحكي كانت عن أنه السكريات كتير مسببة لأمراض خطيرة أحدها هو السرطان. صحيح، يعني الأكل السليم مهم جدا خاصة إذا كان مع مطبخ صباح النور وولاء الشعب. صباح النور شيف. صباح النور. يعني اليوم عنا سكريات وعنا حلويات، ولكن دائما تحضيرها بالمنزل بيكون أخف على المعدة وأنظف ربما. صحيح أكيد. خلينا نخبر عن الأطباق اللي صارت جاهزة لليوم. أوكي. جعنا رح نرجع نشرح عن البطاطا. بطاطا مسلوقة قطعناها بعد ما سلقناها قطعناها، حطينا لها شوية بيستو بارميزون ملح بهار، حطيناها بقلب هيدا، حطينا جبنة الماعز، فوتناها على الفرن على حرارة 160 مدة 8 دقايق، قدمنا معها السلطة اللي كتير سهلة، مثل ما قلنا ما بدنا كتير نعجق طعمات، كمان هيك كانت الصلصة تبعها زيت وحامض. هون المعكروني مع الأسماك، هي بصل قلينا البصل قلينا الأسماك معها، حطينا لها الزعتر اللي هي بيقطر الزنخة إذا كان في شي شوية زنخة، جعنا حطينا الأسماك قلبناهم مع بعض، مرقة السمك وكريم الفريش الكريمة الطازجة والبارميزون أكيد وملح وبهار، وآخر شيء حطينا الباستا منشان ما كتير تستوي بقلبها. نعم. هون البامبرديوسة كبتها بطريقتين، أول طريقة هي بنرجع بنذكر نقعناها نفس النقعة كل شيء بس طريقة السكب غير، حليب فانيل بيض شوية سكر ناعم، نقعناها بقلبها قليناها بالزبدة، التفاح هون عملناه كراميزي يعني زبدة وسكر، ورجعت حطيت له شوية قرفة تعطي هذه الطعمة اللي كتير طيبة، حطيت له كراميل وشوية بندق وسكر بودرة على الوجه. هيدي هي ذاتها هي ذاتها بلا التفاح، في استعمل هون مثل ما ذكرت الايس كريم. هلا اثنيناتهم كتير طيبين، هلا بتدوقوا بتشوفوا. هيدي في استعمل مع الايس كريم اكيد البوزة. نعم. كمان كتير طيبة. اي نكهة بتفضل؟ الفانيل. الفانيل اطيب شيء الفانيل معها مزبوط. فكمان هيك حبيت اقدمهم بطريقتين، كمان ست البيت تستفيد من اكثر من طريقه بتقديم البامبردو. بنشكرك شيف على كل هذه الاطباق المنوعه والمنوعه بقيمتها الغذائيه، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. صباح مشاهدينا وصلنا الى نهايه فقرات صباح النور لليوم. نعم. موعدنا يتجدد معكم غدا وكل صباح. نعم مشاهدينا كونوا على الموعد والى اللقاء.